بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومسيتم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من برنامجنا مراجعة مراجعات في ليلة الخميس الموافق 21/11/1434 هجريا و26 سبتمبر 2013 ميلاديا. ما زلنا في نقد أكاذيب عبد الحسين شرف الدين الموسوي في هذه المراجعات المزعومة بينه وبين الشيخ الأزهر سليم البشري. طيب، نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. من المال يقول أحد العلماء هذا الرجل كان محتارا إلى أن شارك في مجلس من مجالس أبي عبد الله. سمع الخطيب يقول على المنبر إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الخطيب قال، هذه هاي رواية ذكرتها لكم، عن لسان الإمام الباقر: هذه الدموع تطفئ نيران جهنم، دموعكم على الحسين، تنزل ملائكة من السماء تجمع هذه الدموع في قوارير، حينما تريد العبور من الصراط ترى جبالا من النار تلفح. هناك يأتون الملائكة يأخذون دمعتك يا المحب يا الموالي، انت المؤمن انت المؤمنة، ويرشوها على نار جهنم. نار الله تطفأ ببركة الحسين، مصباح الهدى وسفينة النجاة. أمان أمان، يقول هذا العالم: حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أمان أمان، يقول هذا العالم: جاء هذا الفقير إلى مجلس الحسين، سمع الخطيب يقول بأن هذه الدموع تطفئ نار جهنم، رجع إلى البيت رأى ابنته تحترق في الحمى مشرفة على الموت، يئس من أيدي الأطباء. تذكر في هذه اللحظة، خلي إيده على إيد بنته، شاف نار نار تطفئ على الموت، يئس من أيدي الأطباء. تذكر في هذه اللحظة، خلي إيده على إيد بنته، شاف نار نار تحترق حمى. تذكر كلام الخطيب الذي قال بأن الدموع على الحسين تطفئ نار جهنم. شلون بعض الناس لهم ذوق؟ أخذ استكانا وذهب إلى مجلس الحسين، كلما دمعت عينه أخذ الدموع في الاستكان، بكى في مصيبة الحسين، ما أعرف كم قطرة من الدمع، جطرة من الدمع جمعها في تلك الاستكانة. أخذ الاستكان، أخذ الاستكان، جاء إلى البيت رأى ابنته الشابة تلوج في المرض تنتظر قدوم ملك الموت، تنادي: إلهي خلصني، لا طاقة لي، لا يأخذ عمري. جاء الأب توجه إلى الحسين إلى كربلاء، قال: سيدي أبا عبد الله، قال الخطيب الفلاني كالباقر بأن دموع عيوننا تطفئنا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. ارحب بضيفي وضيفكم الدائم فضيلة شيخنا الدكتور ابو فاطمة عثمان محمد الخميس حفظه الله تبارك وتعالى، صاحب الدكتوراه في الحديث النبوي. اهلا بك يا شيخ الحبيب. حياكم الله واهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ. كذلك انتم مرحب بكم واسعد باتصالاتكم عبر ارقام الهاتف التي تظهر على الشاشه. استمعنا شيخنا لهذا المقطع المنسوب الفالي، لان البعض حقيقه في الحلقه الماضيه استنكر يعني واستغرب ان هذا الرجل يقول مثل هذه العبارات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الذي اريد ان اقول ان هؤلاء ممثلون، يمثلون على الناس. ما تشعر ان فيهم تقوى؟ انا لا اقول نحن فينا تقوى ولا كذا، لكن اقول هؤلاء يتباكون كذبا وزورا. كيف انسان يعني يحدث الناس وعلى المنبر يقول امان امان كذا، يغني، هذا يغني، هذا لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يهرج. وكما قلت أنا في الحلقة الماضية، جزاكم الله خير أنكم يعني ذكرتم هذا، حتى أنا حتى أنا سألني بعض البعض يعني قال لي يعني الذي قلته أمان أمان هذا هل هو ثابت أو لا؟ قلت نعم أنا سمعته بنفسي، والحمد لله الآن هذا سمعه الناس كلهم. يعني كيف شيخ يقول هذا الأمر؟ يعني أنا أشعر أن هؤلاء يعني ممثلون أكثر ما أنهم يعني علماء أو طلبة علم أو دعاة أو مشايخ أو سمهم ما شئت. أنا أقول ممثلون، هؤلاء مهرجون، يعني يكذبون على الناس، يعني دموعهم دموع التماسيح وليس الدموع لله تبارك وتعالى. والله المستعان. إن شاء الله لك شيخ الكريم. كذلك في مقطع آخر لعبد الحميد المهاجر، مسألة شكليت ومشكليت. أي نعم أيضا هذه جزاك الله خير. نشاهده إن شاء الله ثم نعود إليكم. بارك الله فيكم. تقول وهو يقول جبرائيل إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله. حضر حاجتك، حضر حاجتك. شوف هذا، هذا شوكليت، هذه أنا مجربها، هذه ليست أنا مجربها، كل العالم، كل الأحرار بالدنيا يعلمون أن هناك مشاكل وهناك أمراض مستعصية يعجز عنها الطب والأطباء، لكن الله ما يعجز عنه رب العالمين. هذا شوكليت راح يوزع عليكم كلكم إن شاء الله، وحق رب العباد وهو أكرم الأكرمين، ما فيكم أحد ما يأخذ حاجته من الله ببركة النبي وأهل بيته. وإذا الله ما يعطينا ببركة محمد وأهل بيته فالحياة ما إلها قيمة أحبائي، وإنما الحق كله في هذا البيت الطاهر. لذلك شكليته واحدة، والله شكليته واحدة تشافي عشيرة بكاملها. تسمع ولا ما تسمع؟ فهذا الشوكليت، هذا الشوكليت اللي موجود اللي هو طن وربع، يعني 1200 كيلو، فيكفي لكلكم جميعا، لأن في أكثر من 100,000 وأنتم عددكم أكثر من 100,000. ما شاء الله هذا المجلس ممتد على مدى البصر، في الظلام اللي ما أشوفهم هالشباب واقفين ومكدسين هناك كأنهم نور ونحل ومجموعة من الإيمان. لذلك اللي عنده حاجة حبيبي يلتفت الآن، يلتفت يحضر حاجته، بعدين هذا يوصل لكم بطريقة فنية إن شاء الله. سماحة الشيخ حسين الله يبارك فيه واضع له طريقة كلكم تأخذوا، الرجال ونساء، ما يبقى أحد ما يأخذ من هذا. لكن صدقوا، أكرر العبارة وأنا مسؤول عنها، والله العظيم الشوكليتة الوحدة تعالج قبيلة كاملة، لأن الله أرحم الراحمين. ما دامت الأمور من الله فلا استغراب في، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. صلي على محمد وعلي محمد وعجل 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 وعجل.
هالشباب اللي موجودين كل واحد يحمل له شلون الترتيب على المدرسة، راح يروح الشيخ منا من هالباب المدرسة وتطلعون من ذيك الباب على السريع. الآن تأخذون كل واحد يأخذ شكليته وفيها قضاء الحوائج، والله ما شاء الله ما شاء الله بهذا المجلس بحر من الرجال. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بك يا شيخنا. يبدو أن المهاجر عندهم مصنع حلويات يريد تسويها. لا لا، يعني الآية كانت مناسبة. أنا كنت أفكر وهو يتكلم الآن، قلت بماذا أعلق، ماذا أقول. أنا لا أريد أن أتكلم عنه، هو مستفيد، هو يعني يكذب على الناس، يلعب على الناس، يدجل على الناس وغيره. لكن أنا أفكر هؤلاء الناس اللي حاضرون كيف يصدقون مثل هذا الكلام، كيف يقبلون مثل هذا الشيء. فسبحان الله جاءت الآية مناسبة، فاستخف قومه فأطاعوه. الله أكبر. إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني فعلا الذي أتى بالآية يعني كان موفقا في اختيارها في هذه المناسبة. فعلا يعني أنا أحيانا لا أشرح يعني ولا أعتب على المهاجر والفالي والفهيد وغيرهم من المهرجين هؤلاء، أحيانا لا أعتب عليهم لأن أقول هؤلاء أصلا مجرمون، هؤلاء يعني مضللون، هؤلاء هذا دينهم، هذا يرجع إلى بيتي ويضحك على ما صنع بالناس. لكن أنا أقصد يعني هؤلاء الناس، هنا أنا أتصور لما نرى هذا العدد الكبير يعني أتصور لابد فيهم مثقف، فيهم جامعي، فيهم طبيب، فيهم مهندس، فيهم يعني ما أدري ماذا أقول، يعني المفروض يستنكروا. ما أدري والله ما أدري، يعني أحيانا الإنسان فعلا يعني يعجز عن التعبير. ماذا تقول؟ هل يقال هذا؟ هل يعقل ناس بهذه البساطة، بهذه السذاجة يتكلم معهم بهذا الكلام؟ يعني أنا لو كنت حاضر، لو كنت شيعيا وكنت حاضرا وقال مثل هذا الكلام، وقد لا أجرؤ على مواجهتي أمام الناس، أقول له لا تكذب، ماذا تقول، ماذا تفعل، ماذا كذا، أقل شيء أخرج أقل شيء أخرج، ثم أبكي على نفسي كيف أني أقبل أن أقبل أتبع هؤلاء، أقل شيء يعني. فاستخف قومه فأطاعوه. نبدأ. يعني شيخنا يبدو أنه وجدوا التربة الحسينية التي هي الشفاء من كل داء لم تحل هذه الأمراض المستعصية، يعني شوف فلجأوا إلى الحلوة. والله أحد الإخوة قال أبو مشاري جزاه الله خير دائما يعلق على الفالي وكذا، أنا أول ما سمعتها اللي هي كلام الفالي هذا أمان كذا واستكانة يجمع فيها دموع الحسين، كلام هذا الدموع على الحسين، فعلق تعليقا جميلا أعجبني، هو قالها على سبيل التهريج والضحك والاستهزاء والسخرية بالفالي وغيره، لكن كلامه منطقي، كلامه منطقي جدا وأقنعني وأعجبني، وشعرت مع أنه كان يقول على سبيل السخرية لكن شعرت أن هذا الكلام الصحيح، يخاطب عامة الشيعة يقول تراب وكلوكم أكل التربة الحسينية وهي الشفاء من كل داء وغير هالكلام هذا. جميل. يقول تراب وكلوكم، زحف زحفوكم، شكليت باعوا عليكم، الصدر خلوكم تطقون صدر، تطبير خلوكم تشقون وجيهكم و وتسالة الدماء عليكم، شرك خلوكم تشركون بالله تبارك، فلوس دفعوكم، متعة لعبوا بحريمكم، ايش تبون؟ شنو انتم؟ متى تستفيقون؟ متى تنتبهون؟ الى متى؟ يعني لابد الانسان يكون له عقل يدرك من خلاله الصواب من الخطأ، انما تأتي الى كتاب الله تبارك وتعالى
تجد أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما ينبه على العقل. يعني ينبه الله تبارك وتعالى بصيرة والعقل والفهم، آيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، التفكر والتدبر يعطي الإنسان يعني حقه في أن يتدبر الأمر، أن يعقل الأمر، ويعيب الله تبارك على الذين لا يعقلون. جميل. أين هؤلاء من هذه الآيات؟ أحيانا الإنسان يعني يقف يفكر يقول أيعقل هذا أن يكون أناس يعني بهذه الطريقة بهذه السذاجة يضحك عليهم هؤلاء؟ كبلوا عقوله. جزاك الله خير شيخ الحبيب. الله يحفظك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة الاتباع. أنت رأيت المصاحف ماذا يفعلون بها؟ يضعونها فوق. أحد يضع المصحف هكذا، هكذا يقدر كتاب الله؟ يضع المصاحف فوق رؤوسهم بطريقة يعني أنا أتصور فيها استهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى. ما ولا يحسن كثير منهم أن يقرأ كتاب الله، هكذا يعامل كتاب الله. تشوفهم بالصور كل واحد حاط المصحف فوق راسته. الله نسأل الله لهم الهداية. نسأل الله لهم الهداية. صحيح لا شك. الشيخ الحبيب توقفنا في الحلقة الماضية عند المراجعة 74. في بداية تعليق شيخ الأزهر. كلام شيخ الأزهر. طبعا ختم الموسوي مراجعته بكلمة أما إعراضنا لو تقرأها آخر سطر في كلامه الثاني والسبعين. نعم أما إعراضنا عن حديثها في الوصية أول شيء ومن تتبع حركات أم المؤمنين عائشة في أفعالها وأقوالها وجدها كما نقول. أما إعراضنا عن حديثها في الوصية فلكونه ليس بحجة، ولا تسألني عن التفصيل والسلام. يعني اسألني كأنه يقول اسألني. فسأله طلب التفصيل ماذا قال؟ إنك ممن لا يدارس. هذا كلام شيخ الأزهر. نعم. هذا ينسب إلى شيخ الأزهر. نعم. إنك من لا يدارس ولا يوارس ولا يدامج ولا يحتج بسوء في نجوة من التبعات ومنتزح من التهم، وأنا والحمد لله ممن لا يندد ولا يبحث عن أثر ولا يتتبع عورة، والحق ضالة التي أنشدها. فسؤالي إياك عن التفصيل مما لا يسعني تركه، وإجابتك إياي إلى البيان مما لا بد منه. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. وسيلتي إليك في ذلك إنما هي آية الذكر الحكيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والسلام. نعم. طبعا الآن شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى يدعون أنه يقول لعبد الحسين لا فصل، هو قال لا تسألني عن التفصيل، قال لا فصل، وأنا الحمد لله لا أندد لا أبحث عن عثرة لا أتتبع عورة، الحق ضالتي، لا أناقش شيئا، لا أعلق على شيء، لن تسمع مني نقاشا ولا أنا سامع، بس اعرض علي مذهبك وأنا قابل لكل ما تقول، هذا بس اللي ناقص يقوله. زين، ثم أتاه ببيت شعر فاصدع بأمرك ما عليك غضارة، هذا بيت قاله أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، يقولها أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب، فاصدع بأمرك ما عليك غضارة وابشر وقر بذاك منك عيونه، لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لا تكتم ما عندك من الحق، فبدأ يفصل الآن عبد الحسين. لكن نقول لعبد الحسين كذبت على شيخ الأزهر، وادعيت زورا وبهتانا أنه قال هذا الكلام، وإن شاء الله ستجد من يرد عليك، وليس كما تنسبه شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. نحن نبدأ بكلامه، يقول في المراجعة 74 أبيت أيدك الله إلى التفصيل حتى اضطررتني إليه، وأنت عنه في غنية تامة لعلمك بأن منها هنا أتينا، وأن هنا مصرع الوصية ومصارع النصوص الجلية، وهنا مهالك الخمس والإرث والنحلة، وها هنا الفتنة حيث جاءت في حرب أمير جابت، حيث عندي خط جابت، نعم، حيث جابت في حرب أمير المؤمنين الأمصار، وقادت في انتزاع ملكه وإلغاء دولته ذلك العسكر الجرار، وكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فالاحتجاج على نفي الوصية إلى علي بقولها وهي من ألد خصومه مصادرة لا تنتظر من منصف، وما يوم علي منها بواحد،
وهل إنكار الوصية إلا دون يوم الجمل الأصغر ويوم الجمل الأكبر الذين ظهر بهما المضمر وبرز بهما المستتر ومثل بهما شأنها من قبل خروجها على وليها وصي نبيها ومن بعد خروجها عليه إلى أن بلغها موته فسجدت لله شكرا ثم أنشدت فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر وإن شئت ضربت لك من حديثها مثلا يريك أنها كانت في أبعد الغايات قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجع وخرج وبين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب ورجل آخر قال المحدث عنها وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فأخبرت عبد الله بن عباس عما قالت عائشة فقال لي ابن عباس هل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قال قلت لا قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب ثم قال إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير هذا الشاهد أن ابن عباس قال عائشة لا تطيب له أي لعلي نفسا بخير نعم قلت إذا كانت لا تطيب له نفسا بخير ولا تطيق ذكره في من مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم خطوة فكيف تطيب له نفسا بذكر الوصية وفيها الخير كله وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة في صفحة 113 من الجزء السادس من مسندي عن عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة فقال تم علي فلست قائلة لك فيه شيئا وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما يقول وي تحذر أم المؤمنين من الوقيعة بعمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ولا تحذر من الوقيعة في علي وهو أخ النبي ووليه وهارونه ونجيه وأقضى أمته وباب مدينته ومن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أول الناس إسلاما وأقدمه إيمانا وأكثرهم علما وأوفرهم مناقب وي كأنها لا تعرف منزلته من الله عز وجل ومكانته من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه في الإسلام وعظيم عنائه وحسن بلائه وكأنها لم تسمع في حقه من كتاب الله وسنة نبيه شيئا يجعله في مصاف عمار ولقد حار فكري والله في قولها لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي وما أدري في أي نواحي كلامها هذا أتكلم وهو محل البحث بالنواحي شتى وليت أحدا يدري كيف يكون موته بأبي وأمي وهو على الحال التي وصفتها دليلا على أنه لم يوصي فهل كان من رأيها أن الوصية لا تصح إلا عند الموت كلا ولكن حجة من يكابر الحقيقة داحظة كائنا من كان وقد قال الله عز وجل مخاطبا للنبي الكريم في محكم كتابه الحكيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فهل كانت أم المؤمنين تراه صلى الله عليه وسلم لكتاب الله مخالفا وعن أحكامه صادفة معاد الله وحاشا لله بل كانت تراه يكتفي أثره ويتبع سوره سباقا إلى التعبد بأوامره ونواهيه بالغا كل غاية من غايات التعبد بجميع ما فيه ولا أشك في أنها سمعته يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أو الآن إذن عندنا ذكر في البداية أن عائشة هي ألد خصوم علي واستدل بخروجها عليه ثم بعد ذلك أنها سجدت شكرا عند موت علي ثم ذكر أنها لما خرج ابن علي بين العباس ورجل قالت رجل يقول ابن عباس الرجل هو علي ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير يعني ما تبي تذكر حتى اسم علي ثم حديث عمار بن ياسر أن عائشة تكلم عندها في عمار وفي علي قالت أما علي لا أقول شيء كيفكم تكلموا فيه متى شئتم وكيف شئتم وبما شئتم أما عمار فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخير بين أمرين لاختار رشد يعني دافعت عن عمار ومتدافع عن علي ثم الآن هنا يقول كيف يموت الرسول وهي مسندته على صدرها هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل سنناقشها إن شاء الله تعالى يقول وأما ما رواه مسلم وأما ما رواه مسلم وغيره عن عائشة إذ قالت ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء فإنما هو كسابق على أنه يصح أن يكون مرادها أنه ما ترك شيئا على التحقيق وأنه كان صفرا من كل شيء يوصي به نعم لم يترك من حطام الدنيا ما يتركه أهلها إذ كان أزهد العالمين فيها وقد لحق بربه عز وجل وهو مشغول الذمة بدين وعدات وعنده أمانات تستوجب الوصية وترك مما يملكه شيئا
يقوم بوفاء دينه وإنجاز عداته ويفضل عنهما شيء يسير لوارثه بدليل ما صح من مطالبة الزهراء بإرثها عليه السلام. نعم. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه أيضا النقطة الرابعة لنقل طيب أنه أما عائشة أن قالت ما ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم دينار ولا درهما قال نعم لأن النبي أصلا كان يعني لحق بره مشغول الذمة بدين ثم استدرك تذكر أن فاطمة جاءت طالب ميراثها فقال إيش مشغول الذمة بدين وعيدات يعني موعد ناس وكذا وعنده أمانات تستوجب الوصية وترك مما يملك شيئا يقوم بوفاء دينه وإنجاز عداته ويفضل عنهما شيء يسير لوارثه. إن هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات والديون عليه ما سددها؟ هذا الذي يقول النبي عليه ديون مات ولم يسددها هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك من الأشياء المستوجبة الوصية ما لم يتركه أحد من العالمين، وحسبك أنه ترك دين الله القويم في بدء فطرته وأول نشأته، وله أحوج إلى الوصي من الذهب والفضة والدار والعقار والحرث والأنعام، وإن الأمة بأسرها ليتاماه وأيامه المضطرون إلى وصيه ليقوم مقامه في ولاية أمورهم وإدارة شؤونهم الدينية والدنيوية، ويستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوكل دين الله في مهد نشأته للأهواء أو يتكل في حفظ شرائعه على الآراء من غير وصي يعهد بشؤون الدين والدنيا إليه ونائب عنه يعتمد في النيابة العامة عليه، وحاشاه أن يترك يتاماه وهم أهل الأرض في الطول والعرض كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ليس لها من يرعاها حق رعايتها. طيب إذا هذه النقطة الخامسة وهو كيف يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوصي لأحد يتركها كالغنم. نعم. ومعاد الله أن يترك الوصية بعد أن أوحي بها إليه فأمر أمته بها وضيق عليهم فيها، فالعقل لا يوصي إلى إنكار الوصية مهما كان منكرها جليلا. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهورها في مكة حين أنزل الله سبحانه نص على أن النبي أوصى لعلي. نعم. ولم يزل بعد ذلك يكرر وصيته ويؤكدها المرة بعد المرة بعهوده التي أشرنا فيما سبق من هذا الكتاب إلى كثير منها، حتى أراد ومحتضر بأبي وأمي أن يكتب وصيته إلى علي تأكيدا لعهوده اللفظية إليه وتوثيقا لعرى نصوصه القولية عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هاجر رسول الله، وعندها علم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى بعد كلمتهم هذه أثر لذلك الكتاب إلا الفتنة، فقال لهم قوموا، واكتفى بعهوده اللفظية. ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث: أن يولوا عليهم عليا، وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه، لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أباحت للمحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى، فزعموا أنهم نسوها. قال البخاري في آخر الحديث المشتمل على قولهم هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا لفظه، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه، ثم قال ونسيت الثالثة. وكذلك قال مسلم الصحيح وسائر أصحاب السنن والمسلم كلهم قالوا نسيت الثالثة. نعم. ممتاز. أما دعوة أم المؤمنين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بربه تعالى وهو في صدرها فمعارضة بما ثبت من لحقه صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وهو في صدر أخيه ووليه علي بن أبي طالب بحكم الصحاح المتواترة رجعنا عن أئمة العترة الطاهرة وحكم غيرها من صحاح أهل السنة كما يعلمه المتتبعون. والسلام. نعم. بس طيب إذا الآن هذه ست نقاط تقريبا نحتاج إلى أن نناقشها. النقطة الأولى أن عائشة رضي الله عنها يعني لما أنكرت الوصية لعلي يقول عائشة أصلا تتبع هواها، لذلك أعرضنا عن حديثها لأن هنا جابت الحرب في قتال علي رضي الله عنه، ثم قال إنها لما بلغها موت علي سجدت لله شكرا. طيب ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا والعباس وقالت بين العباس ورجل ولم تذكر عليا، ونقل قول ابن عباس لا تطيب له نفسا بخير يعني عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر حديث عمار أن عائشة قالت أيضا أما علي فلست قائلة شيئا وأما عمار فدافعت عنه ولم تدافع عن علي، واستنكر قالت سبحانه تدافع عن عمار ودافع عن نزلت من هو علي. ثم بعد ذلك نقل النقطة الثالثة أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وتقول هي مسندته على صدرها، لا نقبل هذا، لا يليق بالنبي أن يموت على صدر
عائشة. طيب ثم بعد ذلك زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ما ترك دينارا ولا درهما، قال لا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أموالا، طيب، ولكنها لديونه وعداته وبعضها لورثته. ثم بعد ذلك ذكر أيضا أن الرسول كيف يترك هذه الأمة دون أن يوصي كالشياه المطيرة في الليلة الشاتية. ثم بعد ذلك يقول أن النبي أراد وهو يحتضر أن يكتب وصيته إلى علي، هكذا إلى علي. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم عند موته بثلاث، فذكروا الثلاث هي أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجوزوا الوفود بما كان يجزم، وأن يولوا عليا. ولكن البخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن كلهم يقولون أن يجيزوا الناس بما كان يجيزهم الوفود، وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ونسينا الثالث. كلهم يقول نسينا الثالثة، هذا نسبه إليهم. ثم قال إن لحق بربه وصدره، يقول معارضة بحكم الصحاح المتواتر، رجعنا للمتواترة الآن، وهذا الزور والكذب. طيب على أئمة العترة الطاهرة أنه مات على صدر علي، قال أيضا وهنا كذب كذبة ثانية، قال وحكم غيرها من صحاح أهل السنة. عشان نرى الآن هذا الكلام الذي قاله، يعني الآن من المراجعة 74 عندما يقول أبيت أيدك الله للتفصيل، يعني هو الآن بدء مسلسل الطعون في أم المؤمنين. نعم عايش. الآن تستطيع أن تقول ذلك. نعم. أنه بدأت الطعون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا يضر عائشة رضي الله عنها أن يقع فيها مثل هؤلاء. نعم. لأن البعض قد يرى أن عبد الحسين يعني باحث وموضوعي ومنصف وكذا وكذا، لكن من خلال ننبه المتابعين إلى أنه من خلال هذه المراجعة ما بعدها هنا يتبين ويظهر أحقاده ونزعات التكفير. نعم نعم نعم. عائشة رضي الله عنها. أولا عائشة لم تخرج على علي ابتداء، دعوة أن عائشة خرجت على علي هذا كذب. عائشة رضي الله عنها مع الزبير وطلحة لما قتل عثمان رضي الله عنه وهو في المدينة، وكان هذا الأمر جللا، يعني فوجئ المسلمون كيف يحدث هذا، جيوش المسلمين دكت حصون فارس والروم، ودخلت إفريقيا في عهد عثمان رضي الله عنه، وجابت الأمصار والبلاد، ثم يأتي شرذمة قليلون ليكونوا 6000 فيحاصرون الخليفة ويقتلونه، فكانت ردت يعني كانت صدمة بالنسبة للمسلمين. والذي منع المسلمين أن يقاتلوهم أمر عثمان رضي الله عنه، أبى عليهم ذلك وقال كل من لا يرى أن لي عليه طاعة طيب أن يقبض سيفه، ومنعهم من القتال رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه. عندها عائشة لم تكن في المدينة، نعم كانت في مكة في الحج، الناس كان عدد كبير منهم في الحج، وقت الحج وقع هذا الأمر، قتل عثمان رضي الله عنه. الزبير وطلحة بايع عليا في المدينة، تمت البيعة لعلي وهدأت الأمور نوعا ما بالمدينة، ليس الهدوء التام، لأن أولئك الفجرة الذين قتلوا عثمان رضي الله ما زالوا في المدينة. خرج الزبير وطلحة إلى مكة، في مكة اجتمع المسلمون هناك حيث ابتعدوا عن أهل الفساد الخارجين على عثمان رضي الله عنه، اجتمعوا هنا قالوا كيف حصل هذا، فرتبوا أمورهم على أن ينتقموا من قتلة عثمان، والمسلمون ليسوا عاجزين عنهم، فخرجوا من مكة إلى البصرة وليس إلى المدينة، ولو كانوا خرجوا على علي يخرجون إلى المدينة وليس إلى البصرة. والزبير أصلا عرضت عليه الخلافة أباها، وطلحة عرضت عليه الخلافة أباها، فكيف بعد ذلك يقال أنهم خرجوا على علي، وكيف يقال أن عائشة خرجت على علي رضي الله عنه؟ هذا من الكذب والزور. شوف الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس يقول لقيت طلحة والزبير فقلت من تأمراني به وترضيانه لي، يعني أن أبايعه، فإني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا، يعني عثمان لما حصل هذا وقت الحصار لا أراه إلا مقتولا، قال علي. فالزبير يرشد إلى علي، وطلحة يرشد إلى علي، ليس بينهما وبين علي حقد ولا خصام ولا شيء، وهما أول من بايع علي رضي الله عنه، فالقضية ليست بينهم وبين علي، وإن بينهم وبين قتلة عثمان، وليس بينهم وبين علي. جميل. فقال له عليك بعلي، قلت أتأمراني به وترضيانه لي، هكذا يسألهما. قال نعم،
يقول الأحنف: فانطلقت حتى أتيت مكة، فبينما نحن بها إذ أتانا قتل عثمان، بلغنا أن عثمان قتل وبها عائشة أم المؤمنين موجودة في مكة، فلقيتها فقلت: من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علي. عائشة تقول: علي، بايع عليا. قلت: أتأمريني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. وهذا في تاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 510. طيب، وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الثالث عشر صفحة 38 سنده صحيح. فدعوة هذا الأفاك حقيقة، يعني سامحني بهذه الكلمة، لأنه أفاك فعلا، زين، أن عائشة خرجت على علي وقتل، كذب وزور. عائشة أمرت الأحنف أن يبايع عليا، والزبير وطرحة أمر الأحنف أن يبايع عليا، وبايع عليا، ولم يكن بينهم وبين علي شيء أبدا، وإنما هذا كذب وزور. كيف يقال بعدها أنهم نازعوه في الخلافة؟ نازعوا الخلافة، عرضت الخلافة على الزبير أباها، عرضت الخلافة على طلحة فأباها. بل في مقتل عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه، اختار ستة، قال: هؤلاء من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسمى عليا وعثمانة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف، قال: يختارون واحدا منهم. الزبير اختار عليا، وطلحة اختار عثمان، والسعد اختار عبد الرحمن بن عوف. فيعني الشاهد من هذا أن الزبير ما رشح نفسه، ولا طلحة رشح نفسه، ما كان يريد إذن الخلافة، ولا يطمعان فيها أصلا، مع أنهما رشح لها وهما أهل لها، لكنهما رفضاها، والزبير اختار عليا. فدعوة هذا وغيره أن الزبير خرجوا على علي وقاتلاه كذب وزور، وإنما خرج الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم، طيب، من مكة إلى البصرة، وليس من مكة إلى المدينة حتى يقال خرجوا حتى على كان علي، أو يريدون الخلاف أبدا، ما جاءوا إلى علي أبدا، وإنما ذهبوا إلى البصرة. وأما دعوة أن عائشة سجدت لله شكرا لما طعن علي أو لما قتل علي رضي الله عنه، فهذا كذب وزور. وأنا أطلب من كل شيعي حقيقة يخاف الله سبحانه وتعالى أن 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 يسأل هذا السؤال حقيقة، يعني هل فعلا عائشة قالت هذا الكلام أو لا؟ هذا كذب وزور على عائشة رضي الله عنها، هذا أمر. أما ما ذكر من حديث ابن عباس أنه لما سئلت عائشة قالت إنها بين العباس ورجل ولم تذكر عليا، قال: أتدري من الرجل؟ قال: لا، قال: هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. هذه رواها الطبري في تاريخه عن ابن عباس أن عائشة لا تطيب نفسا لعلي. القصة في صحيح البخاري. أنا الشاهد من هذا إيش؟ أن الشيخ الأزهر لم يعلق بشيء على هذه الروايات، وأكثرها كذب، ولا أذكرها الآن. البخاري رحمه الله ذكرها في صحيحه القصة بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أصل الحديث في البخاري. عن عائشة زوج النبي قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، تقول عائشة رضي الله عنها، فأذن له آخر أيامه بقي في بيت عائشة رضي صلوات ربي وسلامه. قالت عائشة: فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. طيب، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله أي ابن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. بس ما في لا تطيب له نفسه بخير، هذا صحيح البخاري. إذن هذه الزيادة موجودة عند الطبري. نعم، الزيادة التي ذكرها عبد الحسين، والحديث أيضا في مسلم، وليس مذكور فيها، وليس مذكور فيها هذا، وإنما فيه بين رجلين أحدهما العباس مثل رواية البخاري، وفي رواية المسلم: وخرج ويده على الفضل بن العباس ويد له على رجل آخر. ما فيها ذكر علي رضي الله عنه. طيب، قال ابن حجر بعد أن أشار اختلاف في اسم الرجل: قد وقع في رواية المسلم عن عائشة: فخرج بين الفضل ورجل آخر. وفي أخرى: رجلين أحدهما أسامة، وعند الدارقطني أسامة والفضل. طيب، هذا الحديث باختصار رواه
عن عائشة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ورواه عنه اثنان، موسى ابن أبي عائشة وابن شهاب الزهري. طريق موسى طيب ابن أبي عائشة في صحيح مسلم لم تذكر فيه هذه الزيادة. طريق الزهري فيه تفصيل، رواه عن الزهري خمسة، عقيل ومعمر وشعيب ويونس وسفيان. رواية سفيان وعقيل وشعيب ما فيها الزيادة هذه أبدا. أما معمر له طريقان، مرة متفردا وليس في هذه الزيادة، ومرة مع يونس وفي هذه الزيادة. جميل. علتها رجل يقال له أحمد بن الحجاج شيخ ابن سعد الذي يروي عن المبارك عن يونس ومعمر، وأحمد هذا صدوق وقد تفرد بهذه الزيادة، خالف الثقات الأثبات كلهم. فالسلام. فالزيادة لا تصح، منكرة. لا زيادة تثبت منكرة, يعني. منكرة. نعم. لا تثبت أبدا. فقضية نعم. أنه يدعي أن عائشة قالت أو ابن عباس قال لا تطيب له نفسا بخير، كذب على ابن عباس، زيادة شاذة. كل من رواه عن ابن عباس أو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يذكر هذه الزيادة، هذا أمر. الثاني لما سئلت عن عمار وعلي ودافعت عن عمار ولم تدافع عن علي، هذا الحديث يروي حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، وحبيب مدلس وقد عنعن، وروايته عن عطاء فيها كلام. يقول العقيلي له عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها، وقال يحيى بن سعيد حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، وهذا في كتاب الضعفاء للعقيلي الجزء الأول صفحة 63 و200. أما نقطته الثالثة وهي قوله أنه أوصى بثلاث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أوصى بثلاث، والبخاري قال نسيت الثالثة، ومسلم قال نسيت الثالثة، وهكذا سائر أهل السنة نسوا الثالثة. طيب. أول شيء إذا كان هؤلاء كلهم نسوا الثالثة كيف عرفها الموسوي أنها وصية لعلي؟ يا سلام. ماذا قال الموسوي؟ اسمع كلامه، قال أوصاهم عند موتي بوصايا ثلاث، أن يولوا عليهم عليا، وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجوزوا الوفد بنحو ما كان يجوزه. كل الرواة يقول نسين الثالثة، يقول هو كيف عرفها الموسوي؟ يا سلام. أن يولوا عليا، كيف عرفها؟ ممكن ها يولوا أبا بكر، نعرفها. ممكن يعني. ممكن مو على الولاية، ممكن نعرفها الموسوي. إذا يقول نسوها كلهم، طيب أول شيء كيف عرفها؟ طيب ثم من الذي نسي الثالثة؟ هو يقول البخاري نسيها، تعمد إخفاءها. ومسلم. طيب البخاري ما يستطيع أن يروي الحديث وأوصاهم بأمرين ولا يقول نسيت الثالثة؟ مسلم ما يقدر. وأوصاهم بأمرين، أجيزوا الوفد وأخرجوا المشركين، انتهى الأمر. بل لو كانوا يريدون أبو بكر أوصوا أبو بكر، لكن هذه ثقة أهل العلم وهذه أمانة أهل العلم. طيب خلنا نشوف من الذي نسي الثالثة. قال الحافظ في الفتح إن الذي نسي الثالثة هو سعيد بن جبير أو سفيان بن عيينة، وليس البخاري كما زعم. طبعا هذا ليس البخاري كلامي أنا، الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري قال الذي نسي لذلك مسلم ذكرها قال نسيت الثالثة، وسائر أصحاب السنة يقول نسيت الثالثة، لأن ليسوا هم الذين نسوا، الذي نسي الثالثة أحد الرواة، يقول إما سعيد بن جبير أو سفيان بن عيينة، هكذا يقول الحافظ بن حجر. ومن أمانة أهل الحديث ودقتهم ذكروا نقلوا ما قاله سفيان أو سعيد بن جبير. طيب جميل. ثم قوله هذه أضحكتني، يقول وهذا بحكم الصحاح المتواتر عن أئمة العترة، رجعنا مرة ثانية الصحاح المتواترة عن أئمة، وهذا كذب وزور. أي صحاح متواتر؟ إلى الآن ما شفنا ولا صحيح متواتر، بل ولا صحيح ولو كان غير متواتر، ما رأينا شيئا. ثم كذلك وحكم غيرها من صحاح أهل السنة، أين صحاح أهل السنة؟ كذب وزور، رجل يكذب ولا يستحي من كذبه. طيب ثم قوله هنا كلامه أنه قال عائشة رضي الله عنها أنكرت الوصية لعلي وقالت كيف يوصي لعلي. طيب أولا عائشة رضي الله عنها لما يموت الرسول على صدرها ما المانع من هذا؟ سيأتي كلام قبيح للموسوي، يقول لا يموت على صدر النساء إلا زير النساء، هذا الذي يموت على صدر النساء، هكذا لا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لا، الرسول يبي يموت يموت على صدر علي ما يموت على صدر عائشة، على كيفه هو. وكذلك يقول مشغول الذمة بدين النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا كذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي لم يترك مالا، وإنما ترك وقفا أوقفه، وهو سهمه من خيبر وسهمه من فدك وسهمه من بني قريظة صلاة ربي وسلامه عليه، وهذا لحاجات أهله، وهذا بقي كما هو. وكان في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم علي بن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم الحسن بن الحسن، هذا كان بأيديهم. فدعوة هذا الرجل أنه عائشة نفت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، هذا كذب وزور، يدعي هو هذه الدعوة أنه النبي أوصى لعلي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، في نقطة مهمة جدا أرجو أن يتنبه لها. الآن هو يقول بالإجماع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يقول بالاتفاق إن عليا كان موجودا والنبي مات على صدر علي، صحيح؟ طيب، الرسول لما أوصى بالثلاث وين علي؟ ليش ما ذكرها؟ طيب، مسلم نساها، البخاري نساها، وينكم يا شيعة ما ذكرتوها في كتبكم؟ يلا ورنا يا في كتبكم، يا سلام، أرنا الثالثة في كتبكم، أين هذا الحديث في كتب الشيعة؟ يلا، هل رواه علي رضي الله عنه؟ ماشي، سلمنا، البخاري كذاب، مسلم كذاب، أبو داود، الترمذي، النسائي، كل من روى هذا الحديث من أهل السنة كذابون وكتموها، ليش ما ذكرها علي رضي الله؟ ليش ما رويتها في كتبكم؟ ما في ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ليش؟ من الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هو يا شيخنا الآن هو الآن يقول أنه يذكر عن أهل الحديث بمكر وخبث، يعني يقول لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أباحت للمحدثين أن يحدثوا بوصية الولاة، فزعموا أنهم نسوه. من السلطة والسياسة؟ معلش قاطعتك، من السلطة والسياسة؟ المحدثون البخاري ومسلم، البخاري ومسلم في عهد الدولة العباسية، ليسوا في عهد الدولة الأموية. من السلطة؟ هم يذكرون دائما السلطة والسياسة الدولة الأموية، أبو بكر، عمر، عثمان، هذه السلطة والسياسة. هو يتهم الآن البخاري ومسلما وأصحاب السنة، هم الذين نسوه، هم الذين كتموها. هؤلاء ليسوا في زمن أبي بكر ولا زمن عمر ولا زمن عثمان ولا زمن الدولة الأموية، وإنما كلهم في زمن الدولة العباسية. الدولة الأموية سقطت 132، البخاري لم يولد ومسلم لم يولد في ذلك الوقت، فكيف بعد ذلك يقول السياسة هي التي منعتهم أيام الدولة العباسية؟ هو شيخنا أنا أقصد أريد أنبه المشاهدين إلى التناقض، يعني الرجل يقول السلطة والسياسة ما أباحت المحدثين أن يحدثوا فزعموا أنهم نسوها. طيب، هم يريد يقول أنهم كتموا هذه المسألة وزعموا نسوها، ثم قبل ذلك مراجعة سابقة يقول هذه الوصية متواترة صحيحة أهل السنة. يعني تناقض، يعني فعلا تناقض يدلك على الكذب، وشيخ الأزهر لا يعلق بشيء، ثم السلطة والسياسة إلى هالدرجة غبية، بدل ما تقول نسيت الثالث حط ثنتين وخلاص، أو حط ثالثة من جيسك. يعني من تجرع على الكذب وتجرع على الكتمان يألف لوحده، ولو معاوية يألف لوحده، ولو عثمان الخميس يألف لوحده وخلصنا. فهذه الدعوة كاذبة. بقي نقطة هنا لما قال إيش؟ ويستحيل على رسول الله أن يوكل دين الله وهو في مهد نشأته إلى الأهواء، أو يتكل في حفظ شرائعه على الآراء من غير وصي يعهد بشؤون الدين والدنيا إليه ونائب عنه يعتمد عليه. يعني كيف يترك يتاماه وكيف يترك أيامه يتركهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول العقل ما يقبل هذا الأمر، أن الرسول يموت ولا يوصي، العقل ما يقبل. أنا أقول كيف قبل عقلك أن يقوم المعصوم وهو الحسن بن علي ويعطي الخلافة لمعاوية ويسلم أمور الأمة لرجل عندكم إنه كافر؟ كيف قبل عقلكم فعل المعصوم؟ كيف قبل عقلكم فعل المعصوم وهو علي رضي الله عنه أنه يبايع أبا بكر ويبايع عمر ويبايع عثمان ويسكت، ثم لم يقبل من معاوية وقاتله؟ كيف يفعل المعصوم ذلك؟ كيف قبل عقلكم أن يقوم المعصوم الحسين بن علي ويبايع معاوية 20 سنة ولا يخرج عليه ولا يتكلم عليه بشيء؟ كيف قبل عقلكم فعل المعصوم هذا إذا كانت القضية هكذا تؤخذ؟ ولكن هؤلاء كما قلت، يعني وكيف قبل عقلهم أن يترك الإمام الثاني عشر الأمة ضايعة من بعد 265؟ هذه جديدة، صحيح صحيح. كيف قبل يعني يترك الأمة هكذا كالغنم
ولا يضع نائبا ولا يتهوى أمور الناس. أقول عفى الله عن هذه العقول بس. عفى عليها. نعم. شيخ الأزهر ماذا رد شيخ الأزهر على هذه الاتهامات لعائشة رضي الله عنها وهذه الاتهامات لأهل السنة وأن السياسة الغاشمة هو حكام المسلمين والبخاري يكتموها ومسلم يكتموها وأهل السنة يكتمونها؟ ماذا رد شيخ؟ أنا أتوقع شيخ الأزهر الآن يعني المفروض يثور لأهل السنة. ماذا قال شيخ الأزهر؟ يقول في المراجعة 75 المحور الذي يدور عليه كلامكم عن المؤمنين في حديثها الصريح بعدم الوصية أمران، أحدهما إن انحراف عن الإمام يأبى عليها فيما زعمتم إلا نفي الوصية إليه، والجواب أن المعروف من سيرتها أنها لا تستسلم في حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العاطفة ولا تراعي فيه الغرض، فلا تتهم فيما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خاصا بمن تحب أم كان خاصا بمن تبغض، وحاشا لله أن تستحوذ عليها الأغراض فتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الواقع إثارا لغرضها على الحق. الثاني أن العقل بمجرد يمنع فيما زعمتم من تصديق هذا الحديث لامتناع مؤداه عقلا، فإنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أن يترك دين الله عز وجل وهو في أول نشأته وعباد الله تعالى وهم في أول فطرتهم الجديدة ثم يرتحل عن غير وصي يعهد إليه بأمورهم، والجواب أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين وأهل السنة لا يقولون بهما، فإن العقل عندهم لا يقضي بحسن شيء ما أصلا ولا يقبح شيء ما على الإطلاق ولا بقبح شيء ما على الإطلاق، وأن الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال إنما هو الشرع لا غير، فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح، والعقل لا معول عليه في شيء من ذلك بالمرة. أما ما أشرتم إليه في آخر المراجعة 74 من معارضة أم المؤمنين في دعواها بأن النبي قضى وهو في صدرها فلا نعرف مما يعارضها حديثا واحدا من طريق أهل السنة، فإذا كان لديكم شيء منه فتفضلوا به والسلام. ثم يأتي يخبره. نعم. يقول له لا وجدنا أحاديث عندكم. كان الشيخ الأزهر لا أقول طالب علم، كأنه حديث وعهد بعلم. لا يعرف شيئا أبدا. حدثني، علمني دين أهل السنة. يقول له علمني دين أهل السنة. الآن إذا كلام شيخ الأزهر كله أسئلة، ما في نقاش. ما ناقش شيئا، ما علق على شيء. ما رد حديثا. لا أبطل رواية، لا دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما استطاع أن يقول لا عائشة لا تميل إلى العاطفة بس فقط، حتى يبدأ ذاك يقول لا تميل إلى العاطفة ويذكر بعض الأحاديث التي سيسردها الآن في مراجعته القادمة. ثم نقل عن الشيخ الأزهر أنه قال الحسن والقبح ليس لهم للعقل فيهما نصيب، وإنما الحسن والقبح شرعيان بحتان، وهذا قول الأشاعرة وليس قول أهل السنة. على كل حال ليس هذا موضوعنا الآن، موضوعنا الآن دفاع شيخ الأزهر لا شيء. حسنت. الآن يبدأ يفرد عضلاته على شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. طيب نأخذ فاصل شهر ثم فضل. فاصل ونواصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. ما بي حرف واحد عربي عدل العوج. شوفوا الإشكالات الواهية، لأنه وردت كلمة مصحف في الرواية صار الشيعة عندهم قرآن. أنا اللي يسألني أقول له عندنا قرآن بس قل لي وينه، يعني أحول السؤال بجانبه أقول له إذا الشيعة عندهم قرآن أنا شيعي قل لي هذا وين القرآن، أنا الشيعي ما أدري بهذا وين. هذا السؤال هيك يصير أفضل، يعني تحول السؤال لخانته عندما يطالبك بقرآن غير قرآن المسلمين قل له ما يخالف، وين هذا القرآن الثاني؟ أنا القرآن اللي عندي هو نفس القرآن اللي العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب، هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود؟ قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكر وقال لا 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 تعالوا 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 نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص ساعة
سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل منافذة تنتزل الحسين، والله سبحانه وتعالى أعطى خصوصية ومزايا للإمام الحسين لا يوجد لأحد مثل الحسين. مثلا فردة الحسين، لا يجوز للإنسان أن يأكل تربة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرع نقول لا يجوز شرعا أن يأكل الإنسان شيئا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من تراب قبر أمير المؤمنين. أما هل يجوز أن يأكل الإنسان شيئا من تراب الإمام؟ نعم مستحب، هل يستحب؟ وشفاء للمرضى، إذا عندك تربة حسينية أصلية مخزين من نفس القبر، هذا بشفاء لجميع الأمراض. عهد الله بحفظ كتابه ورعايته من كل تحريف، ولكن أهل العمائم لم يجدوا حلا لهم لكي يروجوا لمذهبهم المختلق إلا بالقول بتحريف القرآن، وهذا نموذج لهذا الكلام. آية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. يقرؤوها في ضمن الآية، إذا قرأوا القرآن يقرأوا هذه الجملة في ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها. بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. ارحب بك مجددا شيخ الحبيب، حياك الله. يا اهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. تلاحظ شيخنا في المراجعه 74 التي بدا فيها مسلسل الطعن في عائشه، نعم، حقيقه يقول قبلها في المراجعه 72 يقول، وحتى يبين حقيقه نفاق هذا الرجل، يقول: إن لأم المؤمنين عائشة فضلها ومنزلتها. قبل أن يطلب التفصيل لما تكلم بالإجمال، يعني هذا الكلام في موضع التقية، يقول: إن لأم المؤمنين عائشة فضلها ومنزلتها. هذا أي مراجعة؟ 72. نعم جميل، جيد. نعم، المراجعة 74 بدأ ينسف هذا كله، بدأ أيوة أي بدأ يطعن فيها يعني يكاد يكفر، بل كفرها، بل كفر. لأنه في المراجعة اللي قبلها 71 التي قبلها 70 يقول لما ذكر خصائص وفضائل أمير المؤمنين، يقول أن حربه حرب للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا حرب لمن حارب سلم المسلم، سلم حرب عليه فقد حارب الله. طيب نعم، عائشة حاربت عليه إذن حاربت الله.
حاربت رسوله. نعم نعم نعم. إذا الكافر على مقتضى قولي لا شك لا فكيف شك. فكيف يقول إن لأم المؤمنين عائشة فضل وهكذا يقول لأم المؤمنين عائشة الآن. هذه هي نظرتهم لأم المؤمنين عائشة، إنهم يرونها مرتدة. وذكرنا دعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما. نعم. يعنون عائشة وحفصة رضي الله عنهما، هذا معروف عندهم الله المستعان. طيب شيخ ناخذ اتصال إن شاء الله. اتصالا؟ نعم. أبو زيد من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. تفضل. أنت الآن تكلمت عن قضية الجمل وخاوز نعم. ولم تتكلم بصورة يعني واضحة للناس، لأن هاي أمامي روحيات حدث في تاريخ كامل في التاريخ لابن الأثير وتاريخ الطبري، أن القضية ليست خروج لإصلاح أو خروج كان للاقتصاص من قتلة عثمان، هذا كله تشويش أو على الناس، لأن الوجود هنا أمامي في أن طلحة كان له اليد الطولة في مقتل عثمان، وأن بعض الصحابة، وأن عائشة لها الدور. أما بالنسبة لطلحة فقد قال ابن الأثير الكامل في التاريخ أنه راجع ابن عديش فقال لأصحابه لا تتركوا أحدا يدخل على عثمان ولا يخرج من عنده، هذا كلام لطلحة. وأن الإمام علي لحظة 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 أخي الكريم لحظة، الاسم عفوا أبو زيد، أبو زيد من العراق. أبو زيد، الكلام اللي في تاريخ ابن الأثير عن طلحة له إسناد؟ نعم موجود إسناد؟ نعم الكامل بالكامل ما في أسانيد، الكامل ما في أسانيد، منين جبت الإسناد؟ سمعنا الإسناد. الجزء الثالث فقال عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة دخلت على عثمان. طيب أين الإسناد؟ إسناد ابن الأثير إلى القصة، أين الإسناد؟ حدثنا فلان، أنتم ما تعرفون الإسناد، الإسناد عندنا أهل السنة، أين الإسناد إلى هذه القصة؟ أنتم ليس عندكم إسناد ولا رجال علم، رجال ليس موجود عندكم هذه القضية، وإنما كله تشويش. تشويش توقع الله كمل. نعم إيه، أما أنتم فأنتم في رواياتكم تسندون عن أناس شهد التاريخ عليهم بالجرم. مثال أنتم عندكم مروان بن الحكم ترون عنه الروايات، ومروان الثابت في التاريخ والروايات بأنه القاتل. ممتاز. إنزين أسألك سؤالا، أسألك سؤالا، أعطني رواية واحدة عن مروان. قال عنه البخاري. لا 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 اسمع اسمع أبو زيد، أبو زيد أنت تقول تروون عن مروان، أعطني رواية واحدة رويناها عن مروان. نعم الرواية موجودة هنا عن مروان، هو في الإسناد مروان بن الحكم موجودة عن عطنا أسمعنا أسمعنا رواية عن مروان، أسمعنا أسمع الناس الآن. أنت هل أعطني كلام، هل تريد أن تبطل روايات مروان؟ أنت تقول بأن روايات مروان لا تثبت تاريخيا. أنت تقول تروون عن مروان، أين روينا عن مروان؟ مروان بن الحكم مرويات عنه كثيرة. وين كثيرة؟ أعطنا واحدة، أعطنا واحدة. هنا الكامل هم في التاريخ، أتى عثمان إلى علي بمنزله ليلا وقال له إني غير عائد وإني فعل كذا، إلى أن قال وأعطيت من نفسك أن دخلت بيت، فخرج مروان من الناس. أين الرواية؟ أين الإسناد؟ أين الإسناد؟ عندنا نحن أهل السنة عندنا شيء اسمه إسناد، حدثنا فلان. لما ترجع لصحيح البخاري أسانيد، لما ترجع صحيح مسلم أسانيد، مسند أحمد أسانيد، سنن الترمذي أسانيد، مستدرك الحاكم أسانيد، أين الإسناد إلى ما حدثنا قاعدها قال مروان؟ أين الإسناد؟ أنتم أخي شيخ عثمان. نعم. لا ألو أسمعك أخي شيخ عثمان. تفضل. أنتم عندكم قضية، أما إذا حصرتوا في زاوية ما حصرنا، ما حصرنا الحمد لله، ما حصلنا في زاوية. نحن أهل الإسناد أبو زيد، نحن أهل الإسناد، أعطنا رواية مسندة. أنت تعرف جيدا أخي شيخ عثمان. تفضل. دقيقة اسمح لي. تفضل. أنت تعرف جيدا أن قضية حرب البصرة الجمل أنهم ما خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب إلا لأنهم أرادوا إسقاط الدولة، إسقاط الخلافة. أراد ممتاز ممتاز أبو زيد، أبو زيد أبو زيد، لا أريد أن أناقشك الآن. طيب الذي يريد إسقاط الخلافة لماذا بايع عليا في البداية؟ وعمرو بن الحمق الخزاعي لماذا بايع؟ لا تدخل من موضوع إلى موضوع. الآن تكلمنا عن الإسناد، اصبر،
تكلمي عن اسناد خرجت الان الى اخراج انهم يريدون اسقاط الخلافه، لماذا بايعوا عليا اذا كانوا يريدون اسقاط الخلافه؟ لا كلا، انا موضوعي حرب الجمل، موضوعي هو الجمل وطلحه والزبير وعائشه، خلاص هذا موضوعي نناقشه ان شاء الله. خلاص اما القضيه تفضل يلا عجل. ان انتم ان عندما تريد ان تقول مثلا انهم خرجوا للاصلاح، اريد دليل على الاصلاح. حرب الجمل خلاص أبشر. حرب الجمل حدث في هاي رقد الذي يخرج للاصلاح يخرج في السيف، لا يوجد مثل هذا القديم. أنا ما قلت أنا. طيب يا 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 أبا زيد، أبا زيد أبا زيد اسمعني يا أبا زيد، تسمعني إن شاء الله؟ نعم. طيب ما حكم الذين خرجوا على علي؟ نعم. اسمعني من الهاتف، أغلق صوت، اسمعني من الهاتف يا أبا زيد. لا استطيع سماعك لان الشبكه ضعيفه عندي. طيب شكرا لك يا ابو زيد. حيدر من العراق تفضل. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا حيدر. شيخ عثمان الخميس كيف حالك؟ حياك الله، مرحبا. شيخنا قبل ما ادخل بالموضوع وان شاء الله انتم ما تقاطعوني، اريد ان اجيب عن الفاصل هذا اللي قلته انه الشيعة يستخدم تحريف القران، وطلعت السيد اللي يقول انه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين. انا اقول انه من العيب ان تشنعوا علينا بروايه هي وارده المنشور السيوطي في الجزء الثاني صفحه 298، هذه فقط للتنويه يعني. ثانيا انه الشيخ عثمان الخميس في الحلقه الماضيه اعد يا حيدر ما فهمنا والله، لا يقول روايه بلغ ما انزل اليك من ربك في علي موجوده في كتاب السيوطي. اكمل. ايه تفضل. في الدر المنثور للسيوطي في الجزء الثاني صفحه 298. ماشي. طبعا بالنسبه للشيخ عثمان الخميس الان الصوت واضح؟ واضح. نعم. بالنسبه للشيخ عثمان الخميس في الحلقه الماضيه قال انه أين كتاب الفضل من شاذان، يعني أين كتاب الغيبة الفضل من شاذان. أنا أريد أن أقول أنه الفضل كتاب الغيبة هو نفسه كتاب إثبات الرجعة للفضل من شاذان، هذا أولا. ثانيا هو كتاب عندك لحظة أستاذ حيدر. نعم. تقول كتاب الفضل من شاذان الغيبة. نعم. هو إيش إثبات الغيبة؟ هو إيش هو كتاب إثبات الرجعة؟ إثبات الرجع هو الغيبة. أيهما عندك؟ شيخنا بس اسمح لي أتكلم. لا أسألك سؤالاً أستاذ حيدر، لحظة شوي. أي الكتابين قرأت منه لما سألت لما طرحت الإسناد؟ نعم أنا نقلت من مصدر الآن لا يحضرني ولا. لا 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 لا, لا يحضرك. اسمعني أستاذ حيدر، أنت لم تقرأه في الغيبة ولا في إثبات الرجعة، أكمل، لأن لا هذا موجود ولا هذا موجود. أحسنت. تفضل. اسمح لي. تفضل. أولاً كون الكتاب مخطوط وموجود في المكتبات الشيعية هذا لا يعني أنه كتاب غير موجود أصلاً. موجود يعني موجود الكتاب عند من؟ لا حول ولا قوة. عند من موجود الكتاب؟ شيخنا اسمح لي. أنت ما قرأت من الكتاب، أنت نقلت من كتاب ينقل عنه. نعم. طيب ممتاز. اسمح لي استاذي حيدر، لحظة شوي حتى نكون واضحين. عندما تنقل شيئا تقول لا تنسب، تقول هذا في كتاب الغيبة للفضل بن شاذان، يجب عليك أن تقول وهذا في بحار الأنوار، طيب، أو في النجم الثاقب يقول إنه في كتاب الغيبة. أما تنقل على أنه في كتاب الغيبة وكأن كتاب الغيبة بين يديك والكتاب الآن تقول مخطوط، والآن لما قلت لك أين مخطوط أيضا لا تجده مخطوطا، لماذا لا تكون واضحين؟ لماذا لا تنقل عندما تنقل تكون واضحا دقيقا، تقول أنا نقلته من كتاب ينقل عن كتاب الغيبة، لأن كتاب الغيبة غير موجود وكتاب إثبات الرجعة غير موجود ولا المخطوط موجود. كونوا واضحين، كونوا صادقين. تفضل. شيخنا لا ترتبك ولا تكون عصبيا يعني، وأنا أشكرك يعني على هذه الملاحظة الجميلة وإن شاء الله سأعمل بها. نعم تفضل. بالنسبة للكتاب المخطوط يعني توجد أيضا كتب عندكم مخطوطة ولحد الآن لم تطبع، مثل موجود المخطوط كتاب الغيبة المخطوط موجود عندك؟ رأيته؟
رأيت المخطوط؟ رأيت المخطوط؟ نعم، نقلت من كتاب ينقل عن هذا الكتاب. ممتاز، إذا ما رأيت المخطوط؟ نعم. ما رأيت المخطوط؟ ولكن هذا لا يعني أغا بزرق الطهراني، أغا بزرق الطهراني يقول المخطوط غير موجود. الآن على العموم، على العموم. تفضل تفضل تفضل. بالنسبة أيضا بالنسبة للأخ أحمد أنه قال سعيد بن جبير ناصبي، أنا أتحداه الآن أمام الناس لأنه يثبت لنا أنه ناصبي بهذه اللفظة، هو بدون مقاطعة حتى أكمل كلامي. دعني أجيبك، دعني أجيبك، خلى السؤال وجواب أفضل. لا حول ولا قوة، يلا لي الآن أنه ناصبي، تفضل. طيب، يقول الجواهري تمام في كتاب جواهر الكلام المجلد 31 صفحة 57-58 يقول المراد المتاع منها النفقة كما قيل وغير ذلك، والنص منها على ضرب من التقية لأنه مذهب قوم من العامة منهم سعيد بن جبير. تفضل يا حيدر. نعم طبعا صحيح، الشيخ الجواهري قال أنه عامي ولكن لم يقل أنه ناصبي، أنا أريد أتحداكم من العامة نواصب يا أستاذ، العامة كلهم نواصب. كيف؟ لا 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 ليس كذلك، ليس خير كذلك. خير. طيب العامي أبغى أفهم منك حتى نستفيد. ابن عصفور الخراساني ابن عصفور يقول العامي عندنا هو الناصبي، علماءكم. نعم هذا. نعم نعم حيدر، حتى أفهم معك، العامي هل هو مبتدع أم ليس مبتدع؟ العامي عندنا ليس بناصبي، الذي لا ينصب العداء لا 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 لا، سؤالي دقيق، سؤالي دقيق، سؤالي دقيق، العامي مبتدع ولا متبع؟ مبتدع ضال. طيب أنت لا تقبل رواية المبتدع. اسمح لي اسمح لي، أولا العامي هو يدخل في دائرة الإسلام في الدنيا ولكنه في الآخرة كافر. ليس بحثي في الحكم الدنيا والأخرى، سؤالي واضح عن الرواية فقط. الآن أنت في رمضان لا تقبل رواية المبتدع، كيف قبلت رواية المبتدع سعيد بن جبير؟ اسمح لي؟ اتفضل. نعم طبعا بالنسبة للمبتدع حتى لو كان ناصبيا، الناصبي فهذه يعني تقوي الرواية لا تضاعفها، يعني هو الناصبي إذا يروي رواية في فضل أهل البيت كيف يعني تكون هذه الرواية تضاعف هذه الرواية؟ هذا أولا. ثانيا أفهم منك أنك الآن نقضت غزلك وقولك في رمضان بعدم جواز الرواية، لماذا تشنع على البخاري طيب الرواية عن الناصبي؟ أنا أشنع على البخاري على مباني أهل السنة وليس على مباني الشيعة. لا لا، أنت لا تستنكر شيء هو موجود عندك، يعني هذا ليس منطقيا عندما تقول لي لماذا أنتم ترون عن النواصب أما نحن فيجوز لنا أن نروي عن النواصب، ما هذا المنطق يعني؟ نعم أولا هذا على فرض أن سعيد بن جبير ناصبي ولكنه ليس بناصبي. أنا آتيك مثلا بكتاب بأخ الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء في الصفحة 348 يقول عن سعيد بن جبير الحافظ المقرئ المفكر الشهيد وجهد العلماء علم شهير وقمة شاهقة إلى أن قال أصله من الكوفة ومن خلاصة شيعتها. وأيضا السيد حسن الصدر في كتاب الشيعة وفنون الإسلام في الصفحة 25-26 قال أول من صنف في ذلك سعيد بن جبير التابعي رضي الله عنه. حسن الصدر متى توفي؟ حسن الصدر على ما أعتقد يعني معاصر. ممتاز، والذي قبل حسن الصدر إذا قلت عنه من؟ الشيخ كاشف الغطاء في كتاب أصل كاشف الغطاء. متى توفي؟ أعتقد في الخمسينات من القرن الماضي. ممتاز، هل يصلح واحد بالخمسينات من القرن الماضي يوثق رجلا مات قبل 1000 سنة؟ وهل يصلح أن تنقلوا كلام الشيخ الجواهري الذي هو نعم من المتأخرين وتتركوا كلام الشيخ الفضل بن شاذان الذي هو آراء سعيد بن جبير الفقية؟ أين الفضل بن شاذان؟ آراء أنا أسألك، أنت قرأت كتبكم الفقية صح؟ أنا أريد منك الآن أن تعمل دراسة لآراء سعيد بن جبير الفقية في كتبكم وترى هل علماءكم يصنفون ضمن أهل السنة العامة ولا ضمن الشيعة. آراء سعيد بن جبير المدونة في كتبكم هي منسوبة، هي أقوال أهل السنة. طيب أستاذ حيدر أختم، ماذا عندك؟ دقيقتان أختم. نعم 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 هذا بالنسبة لسعيد بن جبير أثبتنا أنه ليس بناقض، وكل من
وأحسن بمن ترجم له. من علمائنا الرجاليين ذكروا روايات عن الأئمة في رجال الفشي في مسحه. ثانيا كلام نعم قال الشيخ عثمان الخميس عن أبي حمزة السمالي أنه سكير، قلنا أنه لا توجد غير روايتين في رجال الفشي في الجزء الثاني صفحة 456 ضعفهما السيد الكوئي، قال عن واحدة أنها موضوعة ومرسلة، وقال عن الثانية أنها مرسلة أيضا، ولكن نعم وأيضا نعم نعم عن هذه الرواية الثانية مرسلة. ثانيا عندنا أيضا روايات أخرى غير هذه التي في كتاب فضل شاذان، وهي في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. ايتنا بأسانيد صحيحة وأبشر إن شاء الله نشوفها لك إن شاء الله. نعم نعم أبشر. في الجزء الأول لا نعم. لا إن شاء الله الأسبوع القادم تتصل وتذكر لنا الإسناد ونناقشه معك. تفضل شيخنا. عندي بعد في الملاحظة تفضل ممكن آخر شيء تفضل. نعم نعم طبعا بعض الأحيان أو يعني واحدة من الحلقات سمعت الشيخ أنه يقول أنه السيد شرف الدين قال بأنه هذه الرواية في السنن، وقال الشيخ عثمان الخميس أنها ليست في السنن. فأنا أقول أنه يا شيخ عثمان الخميس قد تكون هذه الرواية، أنا لا أذكرها، قد تكون هذه الرواية التي ذكرها السيد شرف الدين يعني حذفت وحرفت من كتبك. لا 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 ما عندنا هذا الشيء، هذا عندكم، عندنا ما في، لأن المخطوطات موجودة إلى الآن عندنا. اسمعني تفضل. في كتاب تاريخ الخلفاء في ترجمة الإمام علي عليه السلام يقول أول شيء تاريخ الخلفاء ليس من كتب السنن. لا اسمح لي إيه نعم نعم اسمح لي إيه تفضل. ينقل عن الترمذي حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا ليس في كتاب السنن للترمذي ولا في كتاب العلم. يكفي. طيب على كل حال الحديث أنا دار الحكمة علي بابه هذا موجود عند الترمذي، وأما السيوطي رحمه الله تعالى فقد يكون أخطأ في نقله عن الترمذي بأنه نقلها بالمعنى. نعم آخر اتصال ثم نكمل. نعم ياسر من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله وصحبه المستجبين. حياك الله. سوف أتحدث اليوم عن عائشة وأتسلسل في الحديث عنها، حيث طالب الشيخ الكريم بالروايات وكذلك أسنادها، وهو الآن سيرى العجب العجاب. فسأتحدث في بداية عن كيفية معايشتها مع الرسول الكريم. بس تسمح اسمح لي أخي ياسر. نعم بدون غلط ها إن شاء الله. إيه. أولا كانت عائشة في أحد المرات دخل عليها النبي الكريم وأبا بكر حكما بينهما واستشهد بينهما، فقال لها الرسول تكلمي أو أتكلم أنا، فقالت تكلم لكن لا تقل إلا حقا، فلطمها أبو بكر. وقد ذكرها أعلامكم منه أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء العلم. أخ ياسر نعم أنا بس أساس أختصر لك، وهذه ذكر عبد الحسين وسنناقشها الآن أو الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى غيرها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني عدم التزامها بالآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتك. لا 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 اصبر استاذ ياسر اسمح لي انا اقاطعك لكن سامحني شويه ها. اول شيء اسمح لي اول شيء قراءة الآية وقرن وليس وقرن، زين وقرن في بيوتكن، هذا اول شيء. الشيء الثاني هذه ايضا ذكرها الموسوي وسنتكلم عنها غيرها. نعم نعم اتكلم ام لا تكلم، بس أنا إذا نعم. أتكلمت عن شيء سنتحدث نعم. عنه سأقاطعك. نعم. تفضل. نعم. سأجلب لك دليل على أن عائشة لم تخرج للإصلاح، حيث روى المدائن في كتاب الجمل قال لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة وبلغها قتله وهي بشراف، قالت بعدا لنعسل وسحقا وسجدت لله. ممتاز. أصبر أستاذ ياسر نعم. حتى تكون علميا طيب المدائن ذكر نعم. إسنادا لها. نعم المدائن ذكر نعم. إسنادا لها. نعم أذكره لك. أذكره لي. نعم سأذكره لك. أول اللي تعلم من المدائني شيعي. تفضل أكمل. وإن أردت سأذكرها لك على المصادر منكم. ممتاز. أنا أقول لك الآن المدائني شيعي لا يثق بخبره. أكمل. لا تصادر وقتي في الكلام. ما أصادر وقتك. تفضل. نعم لا تصادر وقتي في الكلام، وأنا صاحب المداخلة السابقة التي سوف أثبت أن صحيح البخاري هو عبارة عن خيال علمي، وقد طالبتني وأنا الآن لدي الأدلة. أذكرها لك أم أذكرها لك؟ لا 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 أستاذي نعم. أستاذ ياسر نعم. هذا الكلام تناقشه إن شاء الله تعالى إن كتب الله لنا عمرا إن شاء الله تعالى
نفتح لقاء هذا هروب وملك. استاذ ياسر استاذ ياسر تأدب. تسمحني اتكلم؟ نعم. طيب انا اقول لك الان موضوعنا كتاب المراجعات. طيب نعم. تريد مواضيع اخرى تكلم عن صحيح البخاري وما فيه وكذا، ستكون لنا ان شاء الله تعالى برامج اخرى، حوارات مباشره عما تريد. اصبر شوي اصبر شوي. طيب الان موضوعنا كتاب المراجعات، دافع عن شيخك عبد الحسين شرف الدين الموسوي، وهل افترينا عليه؟ هل كذبنا عليه؟ هل ادعينا عليه ظلما وزورا؟ اما تريد ان تناقش صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه نفتح لها مجالا ان شاء الله، وابشر. تفضل. اسمع مني اسمع مني. تفضل. اخرجه احمد في مسنده عن وهب بن كيسان مولى ابن الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول ان عائشه كانت تقول اقتلوا نحتنا فانه قد كفر. اذكرها اذكرها في مسند احمد، عفوا اذكرها في مسند احمد، اي مجال اي مكان في مسند احمد؟ نعم. وين في مسند احمد؟ ما 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 لا اسمعك. اين في مسند احمد؟ تقصد رقم الروايه؟ اي الجزء والصفحه ورقم الروايه. نعم. في مسند. نعم. احمد. نعم 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 ساذكره لك الان. رقم الروايه في صفحه الباب التاسع رقم 18 من ابواب صفات القاضي، الحديث 1 و11. استاذي. نعم. استاذي استاذي انت اطلعت على مسند احمد؟ اطلعت على مسند احمد؟ والله كتبكم كلها امام. ممتاز ممتاز. استاذي ياسر استاذ ياسر استاذ ياسر. نعم. مسند احمد ما فيه باب كذا وباب كذا. شيخنا الكريم انا استاذ ياسر استاذ ياسر استاذ ياسر اسمح لي اسمح لي دقيقه استاذ ياسر. نعم. مسند احمد على اسمي، اسمه مسند احمد، ما فيه باب كذا زين. نعم. ولا فيه باب كذا، مسند احمد مرتب على المسانيد. نعم. كله احاديث مسنده ما فيه ولا باب. نعم. كيف قرات انت باب كذا؟ اي طبعه عندك او تستطيع ان تخرج هذه الروايه وتثبت كتبي؟ اي طبعه عندك في مسند احمد يقول باب فضائل كذا؟ اخرجها للناس وتثبت كتبي. هذا في مسند احمد، انت تقرا مسند احمد الان؟ انت لست تقول اني كذاب، اخرجها للناس واثبت اني كاذب. استاذي استاذي والله. استاذ ياسر. نعم. استاذ ياسر انت. نعم. الان بين يديك مسند احمد. نعم. ممتاز. اي طبعه؟ تريد الطبعه؟ اي طبعه. يلا الان طبعا دقيقة ما في دقيقة بالصفحة، أول صفحة فيها الطبعة. نعم. أول صفحة فيها الطبعة. هو أدور عليها أنا. شو أدور عليها؟ أول صفحة بالغلاف. الطبعة سنة 1400 هجرية 1430. وين مطبوعة؟ هجرية. وين مطبوعة؟ في دار التراث العربي رقم الطبعة 12. دار التراث العربي؟ نعم. كم مجلد؟ نعم. كم مجلد اللي بين يديك هذه؟ لا هل هذا مسند احمد؟ انت تقرا مسند احمد؟ لماذا تهرب؟ ما في مسند احمد، انت ما تقرا مسند احمد، تكذب. لماذا تهرب؟ عيب بعد. خير ان شاء الله، قل ما تريد. يلا مسند احمد الجزء الصفحه. انت قلت كلام، قلت خرجت لاصلاح، فكيف سجدت لله بقتل خليفه؟ وكيف سبته؟ وكيف كفرته؟ طيب اني اتحداك والله سألت تسنني ان قمت بالتجريح. ممتاز والله. اذا انت تقول الان في مسند احمد الروايه هذه. نعم. قلت في دار احياء دار التراث العربي. اي جواب؟ طيب يا ياسر ياسر اسمح لي عشان نختصر الوقت، انت ماذا تريد تصل نتيجه؟ انا اسالك علي في النهايه بعد هذه كل هذه المثالب التي تريدها، هل عاملها معامله المسلمين ولا معامله الكافرين؟ يا أستاذ أستاذ أختصر أختصر عليك المسألة، أنت الآن تسرد مثالب عائشة رضي الله عنها وتفتري عليها. السؤال هو هل علي رضي الله عنه أكرمها وعاملها معاملة المسلمين أم عاملها معاملة الكافرين؟ نعم سؤالي الجواب الجواب الأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب امتثل لشخص الرسول الكريم وخلقه الكريم عندما قام بعدم إقامة الحد على ابن سلول صاحب الفتنة، فقام الرسول فقام أمير المؤمنين امتثالا لعلي فلم يحاسب عائشة كما قام. يعني عاملها معاملة المسلمين وأكرمها صحيح؟ لا لا نعم. يعني عاملها معاملة المسلمين وأكرمها. وهل ابن سلول مسلم؟ يا أستاذ أنا أسألك هل عاملها معاملة المسلمين وأكرمها؟ عاملها معاملة الأسرى هي أسيرة. كيف عملها معاملة الأسرة؟ كيف يعني؟ سأشرح لك كيف عملها معاملة الأسرة.
قام بإرسالها مع 40 فارس متلثمين. فقامت عندما وصلت للمدينة لا زالت لديها الفتنة، قالت أنه أرسلها مع رجال فكشفوا الرجال عن أوجههم فأصبحوا نساء. وأذكر لك رواية يوم على بغل ويوم على أين حبسها؟ أين أسرها؟ أين حبسها؟ نعم لم يحبسها يا أخي، قلت لك قام بإرسالها. أي نعم قام بإرسالها يا أخي الكريم. يعني أسرها وجعلها من السبي مثلا؟ ليس بالسبي يا أخي، هذه معارك يا أخي الكريم. طيب إذا عاملها معاملة المسلمين يا أستاذ، وأكرمها وردها إلى بيتها. فإذا كانت هذه معاملة علي لأم المؤمنين، لماذا تسرد المثالب الآن؟ أنت جالس تغرد في واقع غير واقع أمير المؤمنين ومعاملته لأم المؤمنين عائشة الطاهرة. الجواب السؤال لك، ما حكم من يحارب رسول الله؟ أنا أسألك أنت. سؤال أجاوبني، جاوبني سؤالي، ما حكم؟ يا ذكر في صحيح من حارب أنا أجيبك. من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ويعامل معاملة الكافرين. أنا أعيد لك السؤال، ما حكم من حارب الرسول؟ هل يعامل معاملة الكافرين؟ اسمح لي أحدد الآن. أني في صحيح مسلم ذكر حديث يقول يا علي أنا حرب لمن حاربك وسلم لمن ممتاز. أنا أسألك ممتاز. لحظة سادي سادي ياسر. نعم. الآن نعم. نسبت إلى أحمد والآن تنسب إلى مسلم، أين في مسلم هذا؟ هذا يا أخي الكريم، أخي الكريم أنا أضحك عليك والله العظيم، إنك تبحث عن فلان وفلان وفلان والكتب كلها. طيب لحظة سادي سادي ياسر سادي ياسر حلقة كاملة سادي ياسر سادي ياسر يكفي هذا الآن. تسمح لي أتكلم. طيب الآن نسب إلى مسلم، يعني أنا حرب لمن حاربك سلم لمن سالبك، هكذب على الإمام مسلم وكذب على الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث في مسند أحمد، ويذكر مسند أحمد يقول باب كذا وباب كذا. مسند الإمام أحمد ما في أبواب، مسند أحمد مرتب على المسانيد وليس على الأبواب. واضح. طيب متخبط. فينتهي الموضوع خلاص. سانت ما زال معنا على الخط هو. طيب نكمل. جزاك الله خير. أنا أطلب من الشيعة الآن أن يخرجوا هذا الحديث مسند أحمد الآن، يعينوه أن يذكر في مسند أحمد دار التراث العربي. كنت أتمنى يا شيخنا أن يكون معه، لأن حقيقة هذا الحديث الذي ذكره. نعم. وكذب على الإمام. نعم. مسلم فيه. نعم. حقيقة هذا الحديث هو كارثة عليهم. ليش؟ نعم. لأنهم يقولون الآن من حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنا كنت أتمنى أنه يتجرأ في هذا، لأنه الآن من حارب الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة المرتدين. نعم. معاملة الكافرين. نعم. كيف هنا إذا كان حرب علي كحرب الرسول، لماذا هنا لم يعامل معاملة المرتدين؟ عامل محاربيه معاملة المسلمين ولم يعامل معاملة المرتدين. الخوارج لما خرجوا علي قال كيف لم يسبهم المؤمنين عائشة. أحسنت. إذن علي هنا خالف الحديث، خالف سنة النبي. نعم خالف، ولم يعاملهم معاملة من حاربوا. طيب. توكل على الله. جزاك الله خير. نعم. طيب توقفنا عند قلنا ذكر مراجعة الشيخ الأزهر. طيب وقال لا نعرف معارضة لها من كتب أهل السنة. ماذا رد عليه عبد الحسين؟ تفضل. يقول في المراجعة 76 ذكرتم في الجواب عن الأمر الأول أن المعروف من سيرة السيدة أنها لا تستسلم من العاطفة ولا تراعي في حديثها شيئا من الأغراض، فأرجو أن تتحللوا من قيود التقليد والعاطفة وتعيد النظر إلى سيرتها، فتبحث مع من تحب ومع من تبغض بحث معاني وروية، فهناك العاطفة بأجل مظاهرها، ولا تنسى سيرتها مع عثمان قولا وفعلا، ووقائعها مع علي وفاطمة والحسن والحسين سرا وعلانية، وشؤونها مع أمهات المؤمنين بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك العاطفة والغرض. وحسبك مثالا لهذا ما أيدته نزول على حكم العاطفة من إفك أهل الزور، إذ قالوا بهتانا وعدوانا في السيدة ماريا ولدها إبراهيم عليه السلام ما قالوا حتى بوأهم الله عز وجل من ظلمهم. حتى برأهم الله عز وجل من ظلمهم براءة على يد أمير المؤمنين محسوسة ملموسة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وإن أردت المزيد فاذكر نزولها عند حكم العاطفة، إذ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريح مغافير ليمتنع عن أكل العسل من بيت المؤمنين زينب رضي الله عنها. وإذا كان هذا الغرض التافه يبيح لها أن تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بمثل هذا الحديث، فمتى نركن إلى نفيها الوصاية إلى علي عليه السلام؟ ولا تنسى نزولها عند حكم العاطفة يوم زفت أسماء بنت النعمان عروسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوم زفت أسماء بنت النعمان عروسا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها
إن النبي لا يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول له أعوذ بالله منك، وغرضها من ذلك تنفير النبي صلى الله عليه وسلم من عروسه وإسقاط هذه المؤمنة البائسة من نفسه. وكأن أم المؤمنين تستبيح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويجا لغرضها، حتى لو كان تافها أو كان حراما، وكلفها صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على امرأة مخصوصة لتخبره عن حالها فأخبرته إثارا لغرضها بغير ما رأت، وخاصمته صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبيها نزولا على حكم العاطف، فقالت له اقصد فلطمها أبوها حتى سار الدم على ثيابها، وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي الله، إلى كثير من أمثال هذه الشؤون، والاستقصاء يضيق عنها هذا الإملاء، وفيما أوردناه كفاية لما أردناه. طيب الآن بدأت الحرب على أم المؤمنين، نعم، عائشة رضي الله عنها من عبد الحسين، نعم، وهذه نفس الشبهات اللي ذكرها يعني. نفس اللي ذكر بعضها الأخ ياسر. الآن هنا يقول: تجد سيرة مع عثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني سر وعلانية شؤونها معهم، وكيف أنها كانت يعني سيئة وتستخدم العاطفة والغرض. ثم ذكر أنها اتهمت ماريا ولدها بالزنا، يعني اتهمتها بالزنا حتى برأها الله، يعني جعل الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في ماريا، أن في ماريا وأن عائشة هي التي جاءت بالإفك. طيب ثم كذلك إن قالت للرسول: إني أجد منك ريحة مغافير. ويقول: متى نركن إلى نفيها الوصية؟ ثم لا تنزل نزول حكم يوم زفت أسماء بنت النعمان، فقالت: قولي له أعوذ بالله منك. وأنه كلفها مرة بالاطلاع على امرأة فقالت له غير ما رأت، وكأن النبي يعني لا يحسن أن يرسل صلاة ربي وسلامه عليه. وكذلك خاصمته فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: اقصد، يعني اعدل يا محمد، فلطمها أبوها. وقالت له مرة: أنت التي تزعم أنك نبي. هذا كله من الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أولا يريد من خلال هذه الروايات أن يصل من خلال إلى الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في يطعن في أمنا، وهي ليست أما له، ولو كان يرى أنها أما له، أنها أم له، ما قال فيها هذا الكلام، فهي أم المؤمنين وليست أما له. ذكرني أحد الشيعة دخل مسجدا يوما، حدثني بها أحد الإخوة، يقول دخل مسجدا يوما أو في بيته لا أدري، المهم فتح المصحف فبدأ يقرأ، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول فأعدت قراءتها مرددا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخذ المصحف وذهب إلى شيخه أو علامتهم أو سيدهم اللي يكون معمم، ذهب إليه قال: اقرأ لي هذه الآية. فقرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: إيش فيها؟ قال: يقول وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. قال: طيب. قال: يعني عائشة أمي. قال: ها؟ قال: عائشة أمي، أم المؤمنين، أزواجه أمهاتهم، هذه أمي. الله. فقال له: نعم، بس هي تدري خرجت على الإمام وما قرت في بيتها، الكلام اللي يذكرونه الآن واللي يذكره المسلمين. قال: ولو تبقى أمي، وأنا لا أقبل أن يسب أحد أمي ولا يطعن أحد بأمي، هذه أمي. فقال له: لكنها، قال: لا أسمح لك أن تتكلم على أمي، هذه أمي مهما وقع، أمي. الشيعة لا يعتبرونها أما لهم، والله يقول وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، نعم أمي. وهذا الذي يتصل الآن يقول عائشة ولا يقول أمي، ولا يرضى أن تكون أما له، ولا يرضون أن تكون أما لهم، ولا المسوي يرضى أن تكون أما لهم، ولا تشرف أم أن تكون أما لهم، لأنها أم للمؤمنين. فليقل الآن: أنا أكفرهم كيف، لكن هي أم المؤمنين. من لم يرضها أما فهو كافر، من لم يرضى عائشة أما له فهو كافر زنديق.
لأن الله يقول وأزواجه أمهاته، ومات رسول الله وهي على ذمته، وهي من أزواجه، وهي أم المؤمنين، رضي من رضي وأبى من أبى. وإن رغمت أنوف الشيعة جميعا، عائشة أم المؤمنين رغما عن كل الناس، عن كل الخلق، لأن الله جل وعلا يقول وأزواجه أمهاته. فأنا أقول لعامة الشيعة اتقوا الله، لا تذهبوا هذه المذاهب وراء هؤلاء في الطعن في أمكم، أم المؤمنين إن كنتم من المؤمنين. ومن لا يرى أنها أم له فليس بمؤمن. وأنا أقولها صراحة من خلال قناتكم هذه، كل من لم يرضى عائشة أما له فهو كافر، أقولها بملء في كل من لم يرضى أن تكون عائشة أما له فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الله يقول وأزواجه أمهاته وهي من أزواجه صلوات ربي وسلامه. وأما طعن عبد الحسين يعني فيها، فأقول كما قال الأول، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المسالة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نسب لها أمورا، الذي صح منها هو أنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم أجد منك ريح مغافير. نعم نقول أخطأت أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ ماذا رتبتم على هذا الخطأ؟ قالت أجد منك ريح مغافر للغيرة التي وجدتها في نفسها رضي الله عنها، فكان ماذا؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نرضاها رضي الله عنها سيدة لنساء العالمين كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بيننا وبينهم، نحن نرضى أصحاب النبي ونرضى أهل البيت، هم لا يرضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يزعم علي أنه سيتزوج علي، فغضب لها من غيرتها رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أجد منك ريح من غيرتها، وقلنا هذا خطأ رضي الله عنها وأرضاها، لك ليس كفرا، الناس يكفرونها، ألفوا عليها أكاذيب. يعني الآن ذكر هذه وهي صحيحة، لما قالت أجل منك ريح مغافير قالتها لأجل الغيرة التي في قلبها رضي الله عنها، لكن باقي القصص التي ذكرها، لما قال عن عائشة رضي الله عنها لا تطيب نفسا لعلي، لما قال عن خديجة أنها قال لم يبدين الله خيرا منها، يكذب على عائشة رضي الله عنها. والآن هنا أدخل قصصا على عائشة رضي الله عنها، حديث قصة رمي ماريا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بإجماع أهل السنة، وفي الصحيح في الصحيحين أنها نزلت في عائشة رضي الله عنها تبرئتها مما رماها به الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، ومن سار على دربه جعلها في قصة ماريا. انظر ماذا قال، هذا الحديث الذي فيه رمي ماريا هذا أخرجه الحاكم في المستدرك. طيب، عن عروة عن عائشة قالت أهديت ماريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن عم لها، قالت فوقع عليها النبي وقع فاستمرت حاملا، قالت فعزلها عند ابن عمها، قالت فقال أهل الإفك والزور من حاجته أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولد ادعى ولد غيره، وكانت أمة قليلة اللبن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه سليمان بن أرقم، سليمان بن أرقم قال البخاري تركوه، وقال أبو داود وأبو أحمد الحاكم والدارقطني متروك الحديث، وقلت يقول أبو داود قلت لأحمد روى عن الزهري عن أنس في التلبية قال لا نبالي روى أو لم يروي، وقال ابن عدي في ترجمته وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، رجل متروك يقول عنه ابن معين ليس بشيء يعتمد قصته كذب، رجل متروك حديثه منكر جعله معتمدا. كذلك قال لا تنسى نزول على حكم العاطف من زفة أسماء بنت النعمان، يعني قالت لها قولي رسول الله أعوذ بالله منك. هذا الحديث له طريقان، أحدهما ضعيف جدا والثاني موضوع. أما الضعيف جدا ففيه موسى بن عبيدة، طيب، وهو واهن جدا ضعيف جدا، وأما الثاني فأخرجه ابن سعد
طيب من طريق محمد بن عمر عن هشام بن محمد الكلبي. محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب، ومحمد بن هشام الكلبي كذاب، كيف يستدل بحادث كذب حتى فقط يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وهذا الآن الذي اتصل الأخ ياسر الآن لما يقول عائشة سجدت لله شكرا، يقول في مسند أحمد، والله يكذب، لا يوجد مسند أحمد. لذلك لما قلنا له أي طبعة أي كذا من أين تقرأ تخسبك توهق، لا يوجد في مسند أحمد، يكذب، يقول باب كذا، أي مسند أحمد باب كذا؟ طيب ثم قال حرب لمن حاربتم سلم نسبه إلى مسلم كذبا وزورا، والله يكذب، لا يوجد في مسلم. أنا الآن أدعو جميع الشيعة أن يخرجوا هذا الحديث من مسند أحمد، وأن يخرجوا هذا الحديث من صحيح مسلم، يكذبون على المؤمنين. طيب والثالثة يقول كلفها النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على امرأة مخصوصة لتخبره فأخبرته بغير ما رأت. طيب هذا أيضا فيه الواقدي، قال أحمد كذاب، وقال البخاري وأبو حاتم متروك، وقال نسائي يضع الحديث، رجل متهم بالكذب كيف يستدلون بحديثه هذا؟ مما يتبين لك أن 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 هؤلاء لا يبحثون عن الحق، وإنما يريدون الطعن فقط في عائشة رضي الله عنها. كذلك قصة لطم أبي بكر لعائشة التي ذكرها الآن الأخ ياسر، وهنا ذكرها المسلم ما قلت له ستأتي، هذه جاءت لطم أبي بكر. هذا الحديث قال العراقي في تخريج الإحياء أخرجه الطبراني والخطيب بسند ضعيف لا يصح. طيب وقال عنه كذلك إسناده واهن بمرة، يقول الألباني رحمه الله تعالى. ثم قولها للنبي أنت الذي تزعم أنك نبي الله، أيضا نقلها الموسوي الآن، يقول أنت الذي تزعم أنك نبي الله، هذا الحديث ضعيف. طيب فيه سلمة بن الفضل ضعفه البخاري وابن راهوي والنسائي وابو حاتم. طيب وقال أبو بن معين ليس به بأس، وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، وفيه رجل مجهول، كيف يستدل بهذا؟ والحديث ضعفه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني يعني هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى في نقلهم حقيقة. كل هذا لكرههم لعائشة، وأنا والله الذي لا إله إلا أقول زين يعني من نعمة الله على عائشة أن يكرهها هؤلاء، والله العظيم، والله العظيم أن يكرهها هؤلاء من نعمة الله عليها، يكرهها هؤلاء الخبثاء، لأنها أم المؤمنين وهؤلاء ليسوا بمؤمنين الذين لا يحبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويبغضونها ويسبونها ويكفرونها ويطعنون فيها ولا يرضونها أما، انقطع عنها العمل ولم ينقطع الأجر، الله المستعان. طيب نكمل كلام الموسوي. وقلتم في الجواب عن الأمر الثاني إن أهل السنة يقولون بالحسن والقبح العقليين إلى آخر كلامكم في هذا الموضوع، وأنا أربأ بكم عن هذا القول فإنه شبيه بقول السفسطائية الذين ينكرون الحقائق المحسوسة، لأن من الأفعال ما نعلم بحسنه. وهذا المسألة طويلة جدا، قضية التحسين والتقبيح، ونحن نقول به التحسين والتقبيح العقلي والشرعي. يعني خلاص الأمر أن أهل السنة يقولون يعني بالتحسين والتقبيح، هذا قول الأشاعرة أراد أن يطعن به على أهل السنة، هذا كان غير صحيح أبدا. ثم يقول أما دعوة أما دعوة أم المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في صدرها فمعارضة بصحيحة متواترة من طريق العترة الطاهرة. ممتاز، وحسبك من طريق غيرهم أخرجه. أول شيء بصحاحة متواترة من طريق العترة. ممتاز. أنا الآن جميع المتصلين يعني من الشيعة الله يهدينا وإياهم ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، طيب ولا واحد فيهم دافع عن هذه، كذا مرة يقول صحاح متواترة ونقول كذب زور، ولا واحد فيهم أثبت أنها صحاح متواترة، ولا واحد فيهم دافع عن عبد الحسين. لماذا يعني؟ مما يؤكد لك أن طعننا فيه واتهامنا له بأنه كذب على شيخ في هذا الكتاب هو الحق. ما دافع عنه أحد، ما دافع عنه أحد. طيب هذا أمر. الآن وحسبك من طريقي غيري من لهم أهل السنة. ماذا قال الشيخ الأزهر عفوا قبلها؟ الشيخ الأزهر شوف آخر مراجعته اللي 75. أيوه. وأما ما أشرتم إليه، وأما ما أشرتم إليه في آخر المراجعة 74 قدرها فلا نعرف مما يعارضها حديثا واحدا من طريق أهل السنة، فإذا كان لديكم شيء منه فتفضل. الشيخ الأزهر جاهل،
لا يعلم شيئا عن أهل السنة. الآن عبد الحسين بن رضا عبد الحسين الموسوي الآن يذكر لهم من طريق أهل السنة، كان يقول له لا أنا أفهم أهل السنة أكثر منك، الآن أذكر لك من طريق أهل السنة تفضل. يقول وحسبك من طريق غيرهم أخرجه بن سعد بالإسناد إلى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا لي أخي فأتيته فقال أدن مني فدنوت منه فاستند لي فلم يزل مستندا وإنه ليكلمني حتى أن بعض ريقه ليصيبني ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. هذا الأول زين، بعض ريقه ليصيبني، هذا الأول زين، هذا الحديث أول شيء موضوع. نعم. أخرجه ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر وهو الواقدي الذي مر بنا الآن متهم بالكذب. جميل. قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، هذا فيه محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب. جميل. طيب وفيه عبد الله بن عمر العمري زين، هذا فيه مجهول. عبد الله ولا عبيد؟ لا عبد الله بن محمد بن عمر العلوي وليس عبيد الله، وعبد الله بن عمر العمري. طيب وفيه أبوه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليا في انقطاع، فثلاث علل في الحديث، مجهول وانقطاع ومتهم بالكذب. جميل. نعم. وأخرج أبو نعيم في حليته وأبو أحمد الفرضي في نسخته وغير واحد من أصحاب السنن عن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينئذ ألف باب كل باب يفتح ألف باب. نعم. هذا الحديث سيأتي الكلام فيه، لكن طالما سيأتي الكلام فيه أذكره الآن. طيب حديث منكر. طيب قال ابن عدي هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه شديد الإفراط في التشيع. طيب ماشي. الثامن وكان عمر الخطاب إذا سئل عن شيء يتعلق ببعض هذه الشؤون لا يقول غير سلوا عليا لكونه هو القائم بها. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن كعب الأحبار سأل عمر فقال ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر سل عليا، فسأله كعب فقال علي أسندت رأسه على منكبي، فقال الصلاة الصلاة، قال كعب كذلك آخر عهد الأنبياء وبه أمروا وعليه يبعثون وبه أمروا وعليه يبعثون، قال كعب فمن غسله يا أمير المؤمنين، فقال عمر سل عليا، فسأله فقال كنت أنا أغسله. الحديث. هذا الذي فيه يقول سل عليا. طيب هذا رواه الواقدي أيضا قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله. طيب فيه الواقدي وهو قلنا متهم بالكذب وشيخه حرام بن عثمان، قال الشافعي عنه الرواية عن حرام حرام. الله. طيب نعم. يقول الحافظ بن حجر في سنده الواقدي وحرام بن عثمان وهما متروكان. جميل. طيب وقيل لابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال نعم توفي وإنه لمستند إلى صدر علي. فقيل له إن عروة يحدث عن عائشة أنها قالت توفي بين سحري ونحري، فأنكر ابن عباس ذلك قائل نسأل أتعقل والله لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسل. الحديث. ممتاز. هذا فيه أيضا محمد بن عمر الواقدي. نعم. وهو متهم بالكذب. وفيه شيخه سليمان بن داود بن الحسين قال الحافظ بن حجر لا يعرف حاله. نعم. وأخرج ابن سعد بسنده الإمام أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي. هذا أيضا من رواية الواقدي. يعني كل النقولات الآن ينقلها من كتاب الواقدي المغازي. ينقلها من كتاب الواقدي. والواقدي متهم بالكذب أصلا. ما هذا الذي يستدل به وجعله أسا وأصلا يعتمد عليه؟ والله المستعان. قلت والأخبار في ذلك متواترة عن سائر العترة الطاهرة، وإن كثيرا من المنحرفين عنهم لا يعترفون بهذا، حتى أن ابن سعد أخرج بسنده إلى الشعبي قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي وغسله علي. هذا مرسل وأيضا من طريق الواقدي أظن، بس لست متأكدا الآن، لكن على كل حال مرسل. الشعبي لم يدرك. طيب هذا أخرج عن الواقدي، حدثنا أبو الجوير عن النبي عن الشعبي. الشعبي تذكر يا شيخ عن الواقدي طريق الواقدي كما قال أبي نصر الجهضمي إن الله عاننا على الكذابين بكثرة النسيان. الله أكبر. فيقول تذكر يا شيخ كلامه في أحد المراجعات يقول حزب الفراعنة إيه نعم. والحديث كتم الفضائل. شوف يقول
لأنه هو يرى هذه فضيلة، يقول وإن كثيرا من المنحرفين عنهم لا يعترفون بهذا. يعني ما ندري هم يكتمون الفضائل ولا يرونه. سم سم قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي وغسله علي، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يخطب بذلك على رؤوس الأشهاد، وحسبك قوله من خطبة له عليه السلام، ولقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط، ولقد واسيت بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال. هذه كلها يعني مقالة تنسب إلى علي في نهج البلاغة. في نهج البلاغة. نهج البلاغة لا يعتمد عليه أصلا، هو مكذوب على علي رضي الله عنه. نعم. طيب. وصح عن أم سلمة؟ وصح عن أم سلمة أنها قالت والذي أحلف به أن علي كان لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عدناه غداة وهو يقول جاء علي جاء علي مرارا، فقالت فاطمة كأنك بعثته في حاجة، قالت فجاء بعد، فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، قالت أم سلمة وكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يساره ويساره ويناديه، ثم قبض صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، فكان علي أقرب الناس به عهدا. هذا أيضا أخرجه الحاكم، فيه امرأة يقال لها أم موسى مجهولة، وفيه مغيرة بن مقسم مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. لا يصح. شوف جميع هذه الأحاديث التي يأتي بها ليطعن في أم المؤمنين عائشة يأتي بها حديث ضعيفة، وشيخ الأزهر لا يعلق على ذلك شيء. في النهاية ماذا يقول شيخ الأزهر؟ عفوا اقرأ كلام شيخ الأزهر وسنرجع إليه مرة ثانية. المراجعة 77، لم تكتفي سلمك الله في تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة رضي الله عنها بما ذكرت سابقا، حتى زعمت أن ما لم تذكره من الوجوه المقتضية لذلك أكثر مما ذكرت، فهاتها رحمك الله على كثرتها ولا تستأثر بشيء منها، فإن المقام مقام بحث وإفادة. تدري ليش قال هالكلام؟ لأن آخر مراجعة عبد الحسين ماذا يقول؟ ولو لم يعارض حديث عائشة حديث أم سلمة وحده لكان حديث أم سلمة المقدم لوجوه كثيرة. يعني اسألني عنه. يعني اسألني عنه. طيب قلنا هذا لا يصح. طيب ولم يناقش شيئا شيخ الأزهر، هذا أهم شيء أنه لم يناقش شيئا من ذلك. بعدها كم باقي حديث يا شيخ؟ لا ما بقي. ها لا ما بقي شيء، ما بقي آخر حديث. وعن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ادعوا لي أخي، فجاء أبو بكر فعرض عنه، ثم قال ادعوا لي أخي، فجاء عثمان فعرض عنه، ثم دعي علي فستره بثوبه وأكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك؟ قال علمني ألف باب، كل باب يفتح له ألف باب. نعم. هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب هذا حديث منكر. طيب قال ابن عدي هذا حديث منكر، هذا الذي قلنا قبل قليل. جميل. أي نعم ذكره قبل قليل. نعم. وأنت تعلم أن هذا هو الذي يناسب حال الأنبياء، وذاك إنما يناسب الزيار النساء اللي قلنا قبل قليل. أن الرسول يموت على صدر عائشة هذا يناسب أزيار النساء المتعلق بالنساء، لا يقبل الرسول إلا أن يموت على صدر علي. نعم. ولو أن راعي غنم مات ورأسه بين سحر زوجته ونحرها، أو بين حاقنتها وذاقنتها، أو على فخذها، ولم يعهد برعاية غنمه، لكان مضيعا مسوفا، عفى الله عن أم المؤمنين ليتها إذ حاولت صرف هذه الفضيلة عن علي نسبتها إلى يعني يتهمها بالكذب هنا. نعم. نسبتها إلى بيئة، فإن ذلك أولى بمقام النبي مما ادعت، لكن أباها كان يومئذ ممن عبأهم رسول عبأهم رسول الله بيده الشريف في جيش أسامة، وكان حينئذ معسكرا في الجرف. كذب. أبو بكر الصديق كان في العالية عند زوجته أم حبيبة. طيب ولم يكن أم كلثوم بنت حبيبة. زين لم يكن في الجرف أبو بكر الصديق معهم. ولم يخرج معهم. أبو بكر كان يصلي بالناس، فكيف يأمره أن يصلي بالناس ويأمره أن يخرج مع جيش أسامة؟ لم يكن أبو بكر في جيش أسامة، وإنما يكذب هذا الرجل. أبو بكر في العالية لما جاءه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء استأذن النبي أن يذهب إلى زوجته، لأن يوم الاثنين فجرا النبي كانت صحته طيبة جيدة، فاستأذن أبو بكر أن يذهب إلى زوجته. طيب فذهب إليها، ثم لما بلغه وفاة النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع جيش أسامة ولم يكن في الجرف، لكن هو يريد أن يقول هذا ليسأله بعد ذلك شيخ الأزهر لماذا كان أبو بكر في الجرف حتى يطعن. إن هكذا يبينها. طيب ثم وعلى كل حال فإن القول بوفاة صلى الله عليه وسلم وفي حجرها لم يسند إلا إليها، والقول بوفاة بأبي وأمه في حجر علي مسند إلى كل من علي وابن عباس ومسلم وعبد الله، كله كذب، كلها حديث ضعيفة. نعم.
ويترك حديث الصحيحين ويأتي بالحديث الضعيف. نعم. والشعبي علي بن حسين سيرامة الود فهو أرجح سندا وأليق برسول الله، ولو لم يعارض حديث عائشة لحديث أم سلمة واحدة لكان حديث أم سلمة هو المقدم لوجوه كثيرة غير التي ذكرناها والسلام. ممتاز. ثم يقول شيخ الأزهر في مراجعته كيف رد عليه شيخ الأزهر؟ لم تكتفي سلمك الله في تقديم، لم يدافع، لم يرد على شيء، وإنما قال له إيش؟ اقرأ. لم تكتفي سلمك الله في تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة رضي الله عنها بما ذكرت سابقا، حتى زعمت أن ما لم تذكره من الوجوه المقتضية لذلك أكثر مما ذكرت، فهاتها رحمك الله على كثرتها ولا تستأثر بشيء منها، فإن المقام مقام بحث وإفادة والسلام. بحث وإفادة وليس مناظرة ومراجعات. أفدني أفدني كلا أفدني بحث وإفادة، دائما أنت تفيدني وأنا أسأل وأنت تفيدني. هذه ليست مراجعات. الرجل يكذب على شيخ الأزهر ولم يدافع عن شيء ولم يذكر شيء ولم يعترض على شيء رحمه الله تبارك وتعالى، ما يدلك على كذب هذه المراجعات. طيب، ودين يقوم على الكذب لا خير فيه، لا خير فيه. دين يقوم على الكذب لا خير فيه. الأخ اتصل الفضل بن شادان، قلنا تقرأ من الكتاب؟ قال نعم. قلنا الكتاب مو مطبوع. قال لا أقرأ من كتاب ينقل عنه. قال لماذا لم تقول هذا؟ حتى الذين يتصلون الآن كثير منهم يكذبون. فأنا لن أحكم أشياء يحكمون الذين يشاهدون هذه البرامج، يحكم من الذي يصدق من الذي يكذب، نحن أم هم. أسأل الله لنا ولهم الهداية. ذكرت تختم شيخنا، نختم بأننا إن شاء الله تعالى يعني نطالب الشيعة عامة الآن أن يخرجوا حديث عائشة أنها سجدت لله شكرا أو اقتلوا نعثلا فقد كفر، يخرجوه مسند أحمد زين بالطبع التي ذكرها، ما أدري أي باب ذكر. طيب، وكذلك أنا حرب لمن حارت سنة سلامتي صحيح مسلم، أن يخرجه من صحيح مسلم، وكتاب الفضل بن شاذان الذي زعمه، طيب كتاب الغيبة أو كتاب إثبات الرجعة، أن يثبتوه أنه موجود أو غير موجود. وأسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية حقيقة. يعني أقول للشيعة يعني والسنة عموما يعني قد نغضب أحيانا يعني عندما نسمع الطعن هذا الموسوي في أم المؤمنين عائشة رضي الله، وسيأتي أيضا طعن آخر في أمنا رضي الله عنها، يعني ليعذرونا في هذا عندما نغضب لمثل هذه الأشياء، ومن حقنا أن نغضب، إنهم يطعنون في أمنا رضي الله عنها، يطعنون في ديننا، فمن حقنا أن نغضب. فأقول لا تلومونا، ولكن لومونا إن كذبنا، لومونا إن حرفنا، إن لم نقل الحق لومونا. أما أن تلومونا أن نغضب لله، أن نغضب لأولياء الله، لا، أقول لا تلومونا، اعذرونا في هذا، من حقنا أن نغضب، من حقنا أن نرد. وأسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية، والله أعلى وأعلم، وجزاك الله خيرا. جزاك الله عنك. وأرجو السموحة يعني أحيانا ينرفز، لكن الله يحفظك، جزاك الله هذا من غيرتك، الله استغفر الله، أسأل الله أن يكتب أجرك. شكر الله لك شيخنا الحبيب، الله يحفظكم بارك فيكم. وكذلك أذكر المتصل الأخير الذي ذكر وقاس حال عائشة رضي الله عنها بحال أبي بن سلول. أبي بن سلول لم يجاهر برمي عائشة أمام رسول الله، لم يجاهر بالحرب، وإنما كان يشيع بين ذلك بين الناس. وأما عائشة فكما تقول أنتم أنها جاهرت بالحرب، هذا قياس مع الفارق. نشكركم جميعا، نسأل الله أن يوفقنا وياكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسألوني عن حياتي.